Hello and welcome to Dentistry 101, your source for online dental education. We hope that you enjoy. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدا النهارده ان شاء الله التشابتر بتاعنا هو التريتمنت بلاننج، وده نبدا نخش في الكلام المهم في كورس التقويم بتاع الكتاب الجميل ده، كتاب لورا ميتشل. التريتمنت بلاننج هو لازم حضرتك تبقى عارف ان التقويم كله عباره عن تريتمنت بلان، يعني التقويم الاسنان، اخصائيين التقويم او منكم اللي هيشتغل تقويم هيلاقي ان شغل التقويم مش صعب. يعني انا عشان اشتغل تقويم انا مش محتاج مهاره زي الكومبوزيت، مش محتاج مهاره زي السيرجري، بس التقويم انت محتاج تبقى عارف انت بتعمل ايه، محتاج تخطط تحرك السنان ازاي، مش محتاج كلينيكال سكيل قويه، محتاج اكتر تريتمنت بلاننج. طبعا في حاجات زي الواير بيندنج او كده محتاجه تدريب، بس اوفرول انت لو دكتور تقويم فاهم الخطه العلاجيه زي المدرب، يعني التقويم محتاج واحد قاري كتير وفاهم كتير علشان يبدا يعمل تريتمنت بلان كويسه. فأي حد لو جبت طالب في سنة تانية يقدر يركب البراكت ويركب التقويم، الموضوع مفهوش أي فن أو أي مهارة. بس هتعمل ايه بعد ما تركب البراكت؟ هتعمل ايه؟ هتحرك السنان ازاي؟ ايه نوع الفورس اللي هتعمله؟ هتجيب سبيس ازاي؟ نبدأ نتكلم في الشابتر ده معانا ان شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بيقول لحضرتك التريتمنت بلاننج عندنا المقدمه بيقول لك هي كومبلكس اريا في الاورثودونتكس. طبعا هو التقويم كله عباره عن تريتمنت بلان. عشان حضرتك تقدر تعمل تريتمنت بلان كويسه لازم اول حاجه تاخد هيستوري وتفحص العيان وتاخد ريكوردز. طيب ليه ياخد هيستوري؟ هنتكلم ان شاء الله. انت لازم تعرف ايه سبب المشكله. يعني احنا في التقويم يا جماعه اكبر مشاكل عندنا في التقويم ان بعد ما حضرتك تفك التقويم السنان عايزه ترجع في المكان القديم بتاعها، بالذات لو سبب ان حركه الاسنان او اعوجاج الاسنان باد هابت زي ثامب ساكنج. يعني لو طفل جاي لك عنده سكيليتال اوبن بايت في الانتيريور بسبب ان هو كان بيبص على صباعه وهو نايم وانت عالجته بالتقويم ومازال عنده نفس العاده ما بطلهاش، الريلابس هيبقى اسرع. يعني كده كده بعد ما نفك التقويم السنان بتبقى عايزه ترجع مكانها. فموضوع الهيستوري هيفرق معايا جدا ان انا اعرف هل في حاجه تسببت في ان السنان تبقى معوجه ولا لا، بحيث ان انا لازم ابطلها، لازم قبل ما ابدا التقويم اخلي الطفل ده او الشخص ده يبطل الهابت دي عشان تقلل من الريلابس. هنفهم في حاجه اسمها ريلابس، انه دي اكبر مشكله لحد دلوقتي في التقويم، هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفاصيل في الشباتر اللي جايه. بس حضرتك لازم تبقى عارف انه الريلابس ده هيحصل، بس حضرتك بتحاول تقلله على قد ما تقدر عن طريق انك تعمل ريتينرز، وهنتكلم ان شاء الله على الكلام ده. واهم من كده الهيستوري، ان حضرتك تبقى عارف هل سبب المشكله بتاعت السنان حاجه العيان كان بيعملها ولا لا. اكزامينيشن هتبدا تفحص العيان تشوف الاسنان وكده، هنتكلم في الكلام ده. والريكورد تايب لازم يبقى عارف الاندرستاندنج اوف جروث اند ديفلوبمنت. يعني في اوقات يا جماعه بيبقى مشكله الاسنان هي حاجه مرحليه وطبيعيه في الجروث. يعني اديك دليل، يعني ممكن مثلا طفل اللي ان شاء الله هيشتغل في عيادات كتير هيلاقي انه الاهالي بتوع الاطفال اللي عندهم 3 او 4 سنين جايبين الطفل يقول له يا دكتور الطفل عنده فراغات بين سنانه، ده طبيعي في سنه ان يبقى في سبيسنج في الديسيديوس. هتلاقي في الاجلي داكلينج ستيج لما الكرايس تبدا تنزل، هنتكلم عنها قدام ان شاء الله، الطبيعي ان اللاترال والسنترالز يبداوا يحصل لهم ديستال انكلينيشن ويبقى في فراغ ما بينهم، ولما الكراين ينزل بيقفل الفراغ ده. فلازم حضرتك تبقى عارف النورمال ديفلوبمنت، هنتكلم عن الكلام ده كله ان شاء الله عشان تقدر تعرف هل دي حاجه طبيعيه ولا حاجه محتاجه تقويم. ولازم تبقى فاهم الشكل الطبيعي بتاع الوش وبتاع السنان عشان تعرف ترجع السنان في مكانها الطبيعي وترستور شكل الوش. اوقات يا جماعه التقويم، يا جماعه خلي بالك دكاتره التقويم كتير او ناس مبتدئه كتير ممكن يعمل تقويم يصلح السنان بس يدمر الوش، هنعرف قدام. يعني حضرتك لازم تبقى عارف ان انا اهتم بالسنان، والاهم من كده شكل الوش من بره. اكتر حاجه كلاسيكيه عندنا بتعمل مشاكل في تقويم السنان لما يبقى عندك كراودنج. يعني اكتر حاجه مشهوره عند دكاتره التقويم ان هو بيخلع الفورز. طيب خلع الفورز ده احنا ليه بنخلع السنان؟ عشان انا عندي زحمه، عندي كراودنج، عايز اجيب مساحه. ففي دكاتره كتير يضطر ان هو يخلع الفورز بدون ما يقرا السفالومتر وبدون ما يبص على شكل الوش العيان من بره. فاللي بيحصل ان خلع الفورز بيرجع البروفايل، بيخلي العيان وشه كونكيف اكتر، بيخلي المناخير خارجه لبره اكتر، والحته بتاعه السنان اللي هي اللور ثيرد بتاع الفيس داخل لجوه اكتر، بيخلي البروفايل بتاع العيان كونكيف. يعني الطفل او الشاب هيكون صلح شكل اسنانه بس مقارنة دمر الوش بتاعه ودمر شكل اسنانه. فموضوع الفيشل يا جماعه ده مهم جدا، اوعى تستهون بيه. حضرتك بتعرف ازاي تحلها؟ عن طريق السفالومتري، بتشوف هل البروفايل بتاع العيان ده. ودلوقتي موضوع السفالومتري بقى سهل، يعني بقى سهل ان حضرتك تعمل ديجيتال سفالومتري يطلع لك ارقام افريج، هل العيان ده
يقبل الخلع من البروفايل بتاعه، يقبل الخلع ولا الخلع هيدمر شكل الوش، وانت برضو تقدر تعرفها بالنظر مع الخبرة. طيب ودنتال الاستيتكس والاوكلوجن. طيب ولازم تبقى عارف، يعني لازم حضرتك بيقول لك انك تبقى فاهم الكلام ده كله، فاهم الاوكلوجن الصح، فاهم الشكل الصح، فاهم سبب المشكله. ايوه لان سبب المشكله زي ما قلنا موجود، وانت عملت تقويم وهيرجع تاني لو انت ما بطلتش سبب المشكله. اشهر حاجه الثمب سكينج، ايه الحاجات المختلفه ممكن استخدمها، طريقه حركه السنان، ان انت لو عملت فورس جامده، الفسيولوجي بتاع توث موفمنت. لو انت اهم حاجه الفورس يا جماعه، الفورس بتاعتك لازم تبقى فسيولوجيك. لو الفورس قليله السنان مش هتتحرك، لو الفورس قويه هيحصل حركه بس هيحصل بون لوس قوي ويحصل روت ريزوربشن قوي. فعشان كده حضرتك والسنان ممكن تتلخلخ وتقع، فحضرتك لازم تخلي بالك تفهم الفورس الافريج فورس او الايديال فورس اللي محتاجه تتحرك، سواء بودي موفمنت او تيبنج. هنتكلم في الكلام ده كله عليه ان شاء الله. ريسكس اند بنفيتس اوف تريتمنت. في حالات يا جماعه الريسك بيبقى فيها عالي، او الحاله العيان جاي بيبقى عنده انريليستيك اكسبكتيشن، يعني العيان هيحصل له مشاكل كتير. يعني اديك مثال، مثلا عيان عنده الابر ارش، عنده لونج فيس من تحت، وعنده جامي سمايل جامده. الحاله اللي زي دي الاحسن حل طبعا، او اسرع حل بالذات لو العيان نموه وقف، ان هو يعمل ليفورت، او ان هو يدخل الفك كله، يكسر الفك ويدخله عن طريق عمليه ماكسيلو فيشل. طيب في حالات بتتعمل بتقويم بانتروجن، بتركب 4 ميني سكرو في البلات، ونبدا ندخل السنان كلها لجوه نعمل لهم انتروجن. طيب الحاله دي بتاخد وقت كتير جدا، ولو الفرصه قويه او لو العيان طول في الوقت ممكن يحصل بون روت ريزوربشن قوي جدا للحالات دي. فعشان كده لازم تبقى فاهم العيان انه لو انت مش عايز تعمل عمليه الماكسيلو فيشل عشان خايف من العمليه وكده، ممكن تعملها بتقويم، بس احتمال كبير هيحصل روت ريزوربشن، يحصل حركه في الاسنان. فلازم العيان يبقى فاهم الخطر والمنافع. واهم حاجه يا جماعه الكونسنت، هنتكلم ان كونسنت بالذات في حالات التقويم، لان شكاوي التقويم ما فيهاش هزار. لا قدر الله حد اشتغل تقويم وحصل مشكله او كومبليكيشن، وطبيعي يحصل في حالات كتير غصب عن الدكتور التقويم مهما كان خبير، العيان لو اشتكاك ومش ماضي على كونسنت بالاحتماليات حدوث المشاكل، انت هيحصل لك مشكله كبيره. فلازم تفهم العيان الريسكس والبنفيت، يعني لو المشكله صغيره بس حلها محتاج فتره علاج طويل، لازم تبقى فاهم ان كل ما طولت فتره العلاج، اتكلمنا في الشباتر اللي فات هيعمل روت ريزوربشن والكلام ده. فلازم تشوف هل المشكله فارقه قوي مع العيان تستاهل الريسكس اللي ممكن تحصل. ومش بس كده، لازم العيان يمضي على كونسنت، لازم تفهمه وتمضيه على كونسنت. ريتنشن اند ريلابس، المصطلحين دول عكس بعض. ريتنشن اعرف مفك، انا بعد ما افك التقويم عايز السنان تفضل زي ما هي. دي اكبر مشكله في التقويم لحد دلوقتي. في حالات بعد ما بفك التقويم يا جماعه لازم الشاب او الطفل لا يلبس الريتينر لمده 24 ساعه طول اليوم، ما يقلعوش غير ساعه الاكل. انت متخيل لمده سنتين ثلاثه، يعني او سنه على الاقل. يعني في حالات بيبقى الريتينشن انت محتاج تحافظ على السنان على قد ما تقدر بعد ما فكيت التقويم، لان احتماليات الرجوع عاليه. حتى لو عملت فيكس ريتينر انت لازم تلبس العيان ده ريتينر اب تو 24 ساعه. في حالات دكاتره التقويم بيبقى اللي هو عارف ان الريلابس عالي ومضطر ان يلبس العيان الريتينر وبينام بيه. دي حاجه يعني الموضوع مش سهل خالص ان عيان يقدر يلبس ريتينر 24 ساعه. يعني هيقضي سنه من حياته يلبسه او سنتين 24 ساعه، وبعد كده يبدا يلبسه مثلا 10 ساعات او 8 ساعات ساعه النوم. دي يعني على الاقل العيان هيلبس ريتينر لمده 5 او 10 سنين، دي اقل حاله. في حالات طبعا بتبقى سهله، الريتينشن بيبقى سهل قوي، ساعتها هنتكلم دي حالات استثنائيه. بس معظم حالات التقويم الكبيره الريتينشن، انا عايز احافظ على مكان السنان بتاعي، بيبقى كبير جدا، يعني محتاجه التزام جامد من العيان. فلو العيان مش متحمس من الاول هيجي يعمل لك مشكله بعدين، ولو مش مضيه كونسنت هيجي يعمل لك مشكله بعدين. ريلابس اللي هو بقى انت بتعمل ريتينشن عشان تمنع الريلابس، عشان تمنع ان السنان ترجع مكانها القديم، ده اسمه ريلابس. طيب فاحنا عشان كده لازم نتكلم. يبقى ملخص الشابتر، احنا عايزين نتكلم نفهم ايه اسباب المشاكل التقويم، نفهم ايه الحاجات اللي ممكن تحصل اثناء التقويم، اثناء التقويم سواء ايجابيه او سلبيه، وفي الاخر اعرف ازاي هخطط العيان ده يلبس الريتينر وما يحصلوش ريلابس. طيب اهداف التقويم، بيقول لك بسرعه ان التقويم عايز العيان يصلح شكل اسنانه، يعرف يندغ. لو عيان عنده كروس بايت ما هتلاقيه مش عارف ياكل. فمن اهداف التقويم، من هدف التقويم ان انا اعمل شكل السنان يبقى حلو، اعمل الاورال الهيلث صحه الفم تبقى كويسه، فانكشن يعرف يندغ حلو، وستابيليتي الوضع يبقى مستقر عنده ما يحصلوش اي مشكله. تمام. طيب
اول ما العيان يجي لك بعد ما تاخد الميديكال هيستوري والحاجات دي كلها، اول حاجه يا جماعه في البروبلم ليست لازم حضرتك تاخد الهيستوري من العيان، تعمل اكزامينشن كويس وتعمل ريكوردز لكل الحالات بتاعتك. الموضوع سهل يا جماعه، مش صعب خالص. الريكوردز عباره عن تاخد كاستات، بتعمل برايمري كاست بالجينيت ابر ولور وتحطهم فوق بعض، بتاخد بايت من العيان لو السنان مش عارفه تقفل على بعض بتعمل بايت عشان تقدر تعمل لهم ماونتنج على الارتكليتور وتقدر تشوف الحاله وتخططها في غياب العيان. يعني انت الدكتور التقويم الخبير بيقدر يعمل تريتمنت بلان لمعظم الحالات بمجرد النظر، بس انت في الاول او المفروض كل دكتور التقويم ياخد برايمري ابر ولور ويعمل لهم ماونتنج بالبايت بتاع العيان لو العيان مش قادر يقفل سنانه على بعض عشان عنده بال اوكلوجن كبير. لازم يا جماعه نكتب المشاكل اللي عندي في كل حاله. المشاكل ممكن تكون باثولوجيكال او ديفلوبمنتال. طب امثله من المشاكل الباثولوجيكال هي الحاجه حصل باثوزس، يعني حصل باثولوجيات زي التسوس، زي عنده بون لوس. الحاجات دي كلها تفرق مع حضرتك، لان لو في سنه بدل ديكيد انت مثلا ما عملتش دايجنوز حلو، ما اهتمتش تشوف السنان اللي فيها كيريز او ان ريستورابل او السنان اللي فيها بون لوس جامد وهتتخلع، انت ممكن يعني لو لا قدر الله في وسط العلاج في سنه اتخلعت او اتكسرت او حصل لها بون لوس جامد وانت اضطريت تخلعها، انت ممكن تقعد سنه ونص سنتين زياده لمجرد انك تقفل الفراغ بتاع السنه دي او تصلح المشكله اللي حصلت بسبب عدم وجود او خلع السنه دي او اكتر يعني. فمن الاول لازم حضرتك تبقى عارف هل السنان فيها كيريز ولا فيها بريدونتال ديزيز، يعني هل التسوس ده ريستورابل. لازم طبعا قبل ما العيان يركب تقويم يروح يحشي الحاجات دي، لانه الاسلاك بتاعه التقويم بتزود الكيريز اندكس، فلازم العيان يحشي. طب هل البريدونتال ديزيز عنده؟ هل السنان فيها بون لوس ومع التقويم البون لوس هيزيد او الجام ريسيشن هيزيد او واضطر ان انا اخلع او هزود المشكله عن طريق التقويم؟ فلازم اخلي بالي من الحاجات الباثولوجيكال بروبلمز دي قبل ما اعمل التقويم. ديفلوبمنتال بروبلمز برضو اي حاجه ساهمت في النمو، ديفلوبمنتال حاجه ليها دعوه بالنمو، هل الحاجات بسبب نمو الطفل ده هي اثرت عليه خلاص؟ يعني لان انت ممكن يكون في حاجه ديفلوبمنتال انه العيان مثلا عنده كليفت ليب او بالت، الكليفت ليب ده خلى ان المجزله تبقى صغيره قوي ما فتحتش، فساعتها حضرتك تبقى عارف ان العيان ده محتاج اركب له اكسبانشن. اول ما العيان يقول لك انا عندي كليفت او تشوف ان عنده كليفت عرفت المشكله ان هو عنده الفك ضيق ما عرفش يوسع فمضطر تعمل اكسبانشن يعني. فدي نموذج من النماذج يعني. خلاص عشان تعرف بقى البروبلم ليست لازم نهتم بست حاجات. اول حاجه البيشنت سكور سير. تاني احنا في الاسنان قلنا احنا فوق احنا قلنا ايه الاثيتكس اول حاجه الاثيتكس، بس في البروبلم ليست بقى احنا زي ما قلنا فوق قلنا اول حاجه البيشنت كونسيرن. يعني انت قبل الاثيتكس وقبل السمايل اثيتكس لازم تعرف العيان عايز ايه. يعني الافارقه يا جماعه او دلوقتي بقت موضه اللي هي ابتسامه البطه اللي هي البنات يحركوا شفايفهم لبره عايزين فول لبس، فالموضوع ده مثلا يخليك ان انت العيانة عايزة ان اسنانها تبقى مايلة لبره شوية، الايديال مثلا انها تبقى داخلة لجوه ما تبقاش خارجة لبره. فبالنسبة للعيانة دي لا، هي عايزة اسنانها تبقى خارجة لبره. انت كدكتور تقويم لو جات لك واحد لقيت اسنانها مايلة لبره او خارجة لبره شوية هتقول لا ده انا عايز ادخلهم علشان تبقى الفيشل والسمايل اثيتكس حلوة بعد ما شفت السيفالومتري لقيت ان هم مايلين لبره شوية، بس العيانة هي مبسوطة بيها كده. فلو انت صلحت حاجة العيان اوتوماتيك كان مبسوط بيها حتى لو انت شايفها الاحسن، انت كده بوظت الدنيا. وتاني حاجة انت ممكن تضيع وقت وتقعد تعالج حاجات وما تهتمش قوي بالمشكله الاساسيه بتاعه العيان او العينه، فساعتها العيان هيبقى متضايق لحد اخر لحظه ومش هيبقى متحمس وممكن ما يجيش يكمل معاك التقويم. للتقويم زي ما احنا عارفين ممكن ياخد سنتين ممكن ياخد اكتر حسب الحالات، في حالات طبعا ممكن تاخد سنه او اقل بس حسب الحاله. فانت اول حاجه تحاول تعالجها عشان تعرف تفهم العيان وتقدر تكسب ثقته هي الكونسيرن دي قبل ما تبدا تبص على الفيشل والسمايل استيتكس. طبعا احنا اول حاجه عالج الفيشنس كونسيرن اللي في الغالب بتكون. هتقول لي ايه الفرق بين الفيشل والسمايل استيتكس والبيشنس كونسيرن؟ هقول لحضرتك الفرق انه ان ده الفيشل والسمايل استيتكس دي بتختلف. يعني انت الايديال مش شرط يبقى هو العيان عايزه، انت ممكن تعمل حاجه العيان عايزها بس جات معاك حظ. بس في الاغلب العيانين لو هتلاقي عيانين كتير هو مش عايز الايديال، هو عايز حاجه على مزاجه او حاجه هو شايفها حلو. خلاص ساعتها انت لازم تاخد من الاول انت تساله عاجبك السنان خارجه لبره، عاجبك ادخلها لجوه اكتر، تاخد منه بيانات. طيب تاني حاجه الفيشل وسمايل استيتكس اتكلمنا. تالت حاجه الاينمنت سيمتري وذين ايتش ارك، يعني خلاص بعد ما ظبطت الشكل لازم السنان تبقى متناسقه وفي سيمتريه على الناحيتين.
خلاص لقيت الدنيا تمام. طيب نبدأ بقى نخش على السكيلتال والديفلوبمنتال ريليشن شيب في الترانسفيرس بلين والانتروبوستيريور بلين والفيرتيكال بلين. ترانسفيرس بلين يعني البلين اللي بالعرض، الانتروبوستيريور بلين اللي هو قدامه وورا، الفيرتيكال بلين اللي هو فوق وتحت. فيرتيكال بلين يعني عيان عنده جامي سمايل او عنده الفيرتيكال، اتكلم من الفيرتيكال دايمنشن عادي عايز اقصر السنان شويه. اي انتروبوستيريور بلين اتكلمنا يا جماعه كله في الشابتر، اللي هو عيان كلاس 2 سنان الابر خارجه لبره انا عايز ادخلها لجوه، عيان جاي بيقول لك انا عندي ضب حاسس ان اسناني اللي فوق مايله لبره زي الارنب، او عندي ضب الناس بتريق عليا بتقول لي اسنانك خارجه لبره اللي فوق. فدي ده نموذج من الانتروبوستيريور بلين. فانت لازم تهتم ده، هتقول كله طبعا هتلاقيه داخل في الفيشال وسمايل استيتكس، بس هتقول لي ليه مفصلينهم عن بعض؟ هقول لك لانه الفيشال وسمايل استيتكس دي حاجه برضو انت بتحاول توصل لها بعيدا عن اي حاجه، يعني انت لو ظبطت دي في الغالب هتلاقي الباقي كله ظبط، بس انت بتمسكهم حاجه حاجه. يعني انت بتبدا تشوف السمايل من قدام، هل الابتسامه متناسقه مش متناسقه، هل فيها سيمتريه، بتبدا تحلل حاجه حاجه. بس اول حاجه زي ما قلنا يا جماعه هي البيشنتس كونسيرن، وكل السته يعتبروا حاجه واحده. يعني انت لو ما عندكش الاينمنت وسيمتري هتلاقي مفيش سمايل استيتيك ولا فيش استيتيك، هتلاقي العيان متضايق، يعني كلهم نفس الحاجه بس بيقول لك الاولويه ايه، الاولويه العيان، بعد كده حسب ما انت تشوف، بعد كده لا خلاص بقى السيمتريه. يعني ممكن عيان يكون ما يكونش عنده سيمتريه بس مش فارق معاه ومش مؤثر على شكل وشه قوي. فعشان كده حضرتك لازم تهتم بشكل الوش الخارجي اكتر، تهتم بالسمايل، والاهم من كده البيشنتس كونسيرن اول حاجه. تمام، نبدا نتكلم على حاجه حاجه فيهم. بيشنتس كونسيرن خلاص، لا اهم حاجه يا جماعه في العلاج التقويم هو العيان بتاعك. لو جاي لك عيان او طفل مش عايز يلبس تقويم او اهله جايبينه، اعرف التقويم مش هيبقى حلو، لان العيان ممكن يقعد يحركه بستانه عايز يفكه، كل شويه يجي لك فاكك يقعد ياكل عليه حاجات ناشفه، يقعد يشتكي كل شويه، يقعد يوقع السلك. فيا جماعه اهم حاجه لازم العيان يكون موتيفيتد سواء كبير او صغير خلاص. لازم تبص على الحاجات دي. patient concern اول حاجه اهتماماته، expectations توقعاته، اتكلمنا عن الكونسيرن، هنتكلم دلوقتي على الاكسبكتيشن توقعاته. هل هو متوقع حاجه يبقى مثلا يبقى حاجه في الاخر مميزه قوي ولا unrealistic expectation؟ بمعنى هديك مثال، ممكن عيان مثلا يكون جاي لك عنده بلاك تراينجلز بين السنان، وهو متخيل ان وفي نفس الوقت اسنانه معوجه، يعني بلاك تراينجلز حصل بون ريزوربشن في الانتردنتال بابيلا والانتردنتال بون، فهو متخيل ان التقويم هيعالج له المشكله دي. التقويم هيصلح مكان السنان بس مش هيملى الفراغات اللي بين السنان، هو متخيل لو حرك السنان الفراغات هتقفل اللي هي البلاك تراينجلز، فدي تعتبر unrealistic expectation. فعشان كده لو انت مثلا هتعمل له تقويم من غير ما تتكلم معاه، هتبقى متوقع ان العيان هيبقى فرحان انك تسوي له السنان لو عنده كراودنج. يعني الحالات في حالات كتير بيبقى عنده كراودنج يا جماعه، بيكون عنده بلاك تراينجلز حصل بون لوس من كتر الكراودنج ومن كتر ما الاكل كان بيتجمع وبيتحشر حصل له بون لوس، فالعيان بيتخيل ان هو لو عدل السنان البلاك تراينجلز هيروح. فانت هتعمل له تقويم وهتبقى متخيل ان العيان هيبقى مبسوط من ان هو عدل السنان، هتلاقي العيان متضايق لحد ما يفك التقويم يقول لك يا دكتور انت ما عالجتليش مشكلتي. دي اسمها unrealistic expectation، هو كان متوقع حاجه مش منطقيه. التقويم ما بيعالجش بلاك تراينجلز، التقويم بيظبط مكان السنان. البلاك تراينجلز دي محتاجه دكتور بيريو او محتاجه حد يكون متخصص في اللثه، ممكن تقللها شويه بالتقويم، انك تعمل ستريبنج، انك تعمل هنتكلم ان شاء الله تاكل من بين السنان وتحط باور تقفل الفراغات، بس مش هتروح 100%. دي ده نموذج من النماذج. بيشنتس موتيفيشن، هل العيان متحمس؟ لو حضرتك ركبت تقويم لحاله صعبه محتاجه شغل سنتين، والعيان كان بدل ما يجي لك كل شهر بقى يجي لك مره كل 6 شهور او كل 5 شهور مش فاضي يجي لك، ساعتها انت العيان هيبدا يتاذي، ولما يتاذي واسنان كتير تتخلع او يخسرها بسبب الكيرز او بسبب البون لوس او بسبب الروت ريزوربشن زي ما اتكلمنا في الشابتر الاول، ساعتها حضرتك هتلبس الموضوع لما يروح يشتكيك هتقول ما انا كنت العيان هو اللي ما كانش بيجي. لو انت ما وريتش للناس كونسنت ان هو العيان، ان انا مفاهم العيان ان انت المفروض تيجي مره كل شهر وهو ما كانش بيجي، ساعتها انت بره الموضوع، يعني ليس عليك اي مشكله. فالموتيفيشن مهم يا جماعه، الموتيفيشن عيان يكون متحمس ان هو يجي ويكمل الخطه العلاجيه عشان ما يحصلوش مشكله، واحتمال كبير لو حصل له مشكله مش هيلوم نفسه، هيحاول يقول ان انت السبب يعني. خلاص طيب، هو بيقول لحضرتك هنا ان العيان مش هيبقى مبسوط غير لما تحل المشكله بتاعته. لازم تاخد هيستوري وتعرف ايه اللي هو متوقعه، ولازم في اثناء العلاج وبعد العلاج لازم يعمل خطه علاجيه. لازم قلنا لو unrealistic expectation يعرف العيان دي حاجه مش، يعني انت اقدر اعمل لك سنانك بس البراك تراينجلز مثلا مش هتروح، لا والله ده انت عايز ترجع الفك اللي فوق عندك خارج لبره 15 مللي، عمره ما هيرجع 15 مللي لجوه، انت كده محتاج عمليه ماكسيلوفيشال سيرجري.
فلازم يبقى عارف ان التقويم برضو ليه حدود. يعني واحد عنده جامد سمايل قويه جدا جدا جدا، اللي زي دي هقدر اعالجها ازاي بالتقويم بس؟ لا، دي محتاجه ماكسيلو فيشال سيرجري. قال لك انا مش عايز اعمل جراحه، عايز اعمل تقويم. فانت لازم تبقى لو في عندك ان رياليستيك اكسبكتيشن تتكلم مع العيان في النقطه دي. خلاص، لازم ما تعملش التقويم لو حتى لو انت شايف عنده مشاكل. كلنا يا جماعه عندنا مشاكل صغيره في الاوكلوجن ومحتاجين تقويم، بس العيان ممكن المشاكل الصغيره دي او المشاكل حتى لو كبيره مش فارقه معاه، هو اللي فارق معاه حاجه معينه عايز يصلحها. عشان كده الهيستوري مهم جدا جدا جدا، وتعرف الكونسيرن والاكسبكتيشن بتاعه. خلاص، ولازم بيقول لحضرتك هنا تشرح لي العيان ايه النورمال وايه ايه الحاجات النورمال وايه الحاجات اللي مش هتتغير. العيان ممكن يكون متخيل ان انه مثلا بعد التقويم سنانه هتبقى ابيض اكتر، او سنانه اللثه هتملى بين السنان. دي لازم يبقى عارف ان في حاجات مش هتتغير، فاهمني؟ طيب، تاني حاجه فوق قلناها يا جماعه هي الفيشال اند سبايل اثيتكس. بعد ما اتكلمت مع العيان وعرفت ايه اكتر حاجه مضايقاه، وعرفت ان هو متحمس ولا لا، وعرفت ان هو التوقعات بتاعته منطقيه ولا لا، خلاص تبدا بقى تبص انه خلاص العيان ده انا غالبا هعمل له تقويم. تبدا بقى تبص، اول حاجه بيقول لك ستريت تيث نوت نيسيسري جود سمايل اند ابروبريت استيتكس. انت ممكن تعدل السنان، بس عشان تعدلها تخلع زي ما قلنا بريمولرز، وخلع البريمولرز يخلي السنان تدخل لجوه والعيان وشه يتدمر ويبقى وشه كونكيف. دي اكتر واشهر مشكله بتحصل للعيانين بسبب التقويم. معظم دكاتره التقويم بتستسهل وبيخلع من غير ما يبص على البروفايل، فساعتها العيان بيبقى الفك دخل لجوه او وشه دخل لجوه، شكل السنان بقى حلو بس وشه بقى شكله عجوز شويه. مش بقول ان خلع الفرز يا جماعه حاجه وحشه، هنتكلم قدامه انه اوقات خلع الفرز بيبقى مميز او حاجه كويسه، بشرط ان العيان وشه يبقى خارج لبره، او اللور ثيرد اوف ذا فيس تبقى خارجه لبره، البروفايل بتاعه كونفكس، ساعتها الخلع هي حاجه كويسه. بس اوقات لو العيان البروفايل بتاعه ستريت او كونكيف، ساعتها الخلع هيبقى مش حلو. ساعتها عشان تجيب مسافه لانك ترجع السنان لجوه، هحاول تجيبها بطرق تانية غير الخلع، او لو عندك كراودنج هتحاول تجيب مكان بطرق غير الخلع. ده كل ده هتعرفه في الدايجنوز قدام ان شاء الله. خلاص، بيقول لك مكان السنان في الـ في الـ في الوش بيأثر على السوفت تيشو اوف ذا ليبس اند نيد تو بي كونسيدرد. انت عدلت السنان كانت معوجه، اتعدلت بس الوش دخل لجوه، الشكل بقى وحش، شكل السنان بقى حلو بس في المقبل العيان ندم ان هو عمل تقويم. بس خلي بالكم يا جماعه الموضوع ده 99% من العيانين مش بياخدوا بالهم. يعني اللي بيخلي الدنيا ماشيه ان التغيير ده بيحصل على مدار سنتين، فالعيان ما بيبقاش خد باله من فك شكل الوش، وبالذات ان هم عيانين بيكونوا بيكبروا وشكل وشهم طبيعي بيتغير مع السن. فبس انت كده ضريت العيان. فعشان كده يا جماعه الدايجنوزز مهم علشان ما تتسببش ضرر للعيانين، بالذات زي ما قلنا اشهر مثال هو الخلع بتاع بريمولرز. خلاص، قلنا الافيشال استيتكس بيختلف حسب البيرسونال الكالتشر، يعني الافارقه بالنسبه لهم الفك يبقى خارج لبره، ده الطبيعي. انك اي افريقي مثلا جالك قال لك لا ده انت قلت له انا عايز ادخل لك الفك لجوه، هو هيبقى مش متعود على الشكل ده. الافارقه معظم الافارقه البروفايل بتاعهم كونفكس، فدي بتفرق العادات التقاليد بتاعتهم كده، والفاشن والترندز. يعني دلوقتي بقى الستات او البنات يحبوا قوي ان هم الشفايف تبقى خارجه لبره، لو انت دخلت لجوه والشكل بقى احسن بالنسبه لك، هو بالنسبه لهم بقى وحش. فعشان كده لازم تبقى فاهم هل دي واحده جايه عايزه ايه، حسب كده انت ممكن تبقى انت واي حد يشوفها يقول الشكل بقى احسن. زي الناس اللي بتعمل تاتو، هو شايف نفسه شكله حلو، هو شكله مش حلو بس هو شايف نفسه شكله حلو. ففي ناس هتجيلك هو عايز حاجه معينه، عايز ترند معين، عايز سنانه تبقى خارجه لبره. خلاص، اهو بيقول لك هنا اهو في ريسنت ترند انه بقى في بروتروسيف بروفايل، اللي هو وش الدك اللي هو وش ضحكه البط، مش عارف مش فاكر اسمها ايه والله، وبروكلينيشن اوف ابر اند لور دنتيشن تو بروديوس ليب سبورت. دي حاجه مش حلوه. يعني احنا قبل كده كنا بنقول انه لازم اللور انسايزرز يبقوا ابرايت والابر مايلين لبره حاجه خفيفه، هنا بيقول لك ان الابر واللور مايلين لبره، يعني اللور مايل لبره، فبناء عليه الابر هيبقى مايل لبره اكتر. دي بقت موضه دلوقتي، فلو انت رجعتها او انت كانت العيانه بادئه كده وانت رجعتها وقللت الليب سبورت، العيانه ممكن تبقى متضايقه منك وتعمل لك مشكله. عشان كده لازم تتكلم مع العيان في الاول، تعرف هو عايز ايه. دلوقتي بيقول لك انه دلوقتي بيحبوا ان هم يزودوا الليب بروتروجن عشان يدي شكل اصغر في السن. يعني كان زمان يقول لك ده سنانه خارجه لبره ده عامل ضب، لا دلوقتي يا جماعه الموضوع بقى موضه، فهي عادات وتقاليد. يعني على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان في عاده اللي هو الناس اللي بتعمل فلقه بين السنان، لعن الله المتفلجين، كان ان هم بيعتبروها ان هي بتجيب حظ، مع ان هي الشكل مش حلو بس كانت ترند على ايام الرسول ان الناس بتحب عايزه
تعمل فرقة بين السنان، بتجيب زي سكينة وتدق بين السنان كده على بطوبة علشان تعمل فرقة بين السنان، عشان بيقولوا ان هي بتجيب حظ. دلوقتي يا جماعة الموضوع بقى غير، دلوقتي يا جماعة ان انت يبقى عندك فرقة دي مش حاجة حلوة، وبقى كل الناس بتحاول تقفل الدايستما عن طريق ان هي تعمل كومبوزيت مثلا، او ان هي تعمل فينيرز، او ان هي تعمل تقويم عشان تقفل الفرقة. فكل زمن وله أذان. طيب هنا بيقول لك لو العيان جه عايز يعمل بروكلاينيشن، عيانة جاية عايز تعمل موضة، عايز تعمل بروكلاينيشن، ان هي بقت موضه الفتره دي، عايزه تميل السنان لبره. انت خلي بالك من حاجه يا جماعه، دلوقتي في حاجه مشتركه بين دكاتره التقويم ودكاتره البروتيزز. لما نيجي نعمل طقم، الطقم ده مش ماسك، او الريتنشن كومبليت دنشر مش واخد ريتنشن من اي حاجه، فعشان نخليه ستيبل يفضل نعمل له سيتنج في حاجه، او نحط السنان في مكان اسمه نيوترال زون. النيوترال زون ده هو المكان اللي قوه اللبس والتشيك من بره بتعادل قوه اللسان من جوه، علشان السنان تفضل الطقم يفضل ستيبل، لا يتزق لجوه ولا يتزق على بره. نفس الفكره بعد ما بنعمل تقويم يا جماعه، حضرتك ممكن تلاقي السنان حصل لها ريلابس. يعني دلوقتي العيان عايزه تخرج السنان لبره عشان تبقى موضه، طيب لما تخرجيها لبره عندك اللبس والتشيك من بره هيبداوا يدخلوها لجوه، هيزود فرص الريلابس او قوه الريلابس هتحصل بسرعه، علشان انت حط او انت كدكتور تقويم حطيت السنان في مكان مش ستيبل. فلازم تبقى فاهم يا جماعه انه الاستابيليتي حاجه مهمه بتفرق معاك. لو انت لقيت العيان عيان عايز يعمل حاجه مش هتدي استابيليتي في الاخر، خلي العيان يفهم ان هو هيحصل له كونسنت. نفس الفكره لو انت مثلا عيان عنده سنان خارجه لبره جامد ودخلتها له جوه جامد قوي بدون ما تعمل عمليه وبدون ما تعمل حاجه، ساعتها اللسان هيبدا يخرجهم لبره جامد قوي، ان هو العيان هيبقى قريب قوي من اللسان هيبدا يزقه بره ويحصل له ريلابس. فلازم حضرتك تبقى بتتكلم او بتشوف الحاجات دي كلها مع العيان. خلاص نفس الفكره بيقول لك لو عملت اكسبانشن كبير قوي، لو انت دلوقتي لو عندك مثلا، احنا في طرق ان احنا نتكلم ان احنا نجيب سبيس بيها بدل الخلع، ان احنا نعمل اكسبانشن. عارفين لعبه فتحها يا ورده قفلي يا ورده؟ لو انا احنا كنا بنلعبها زمان، لو انتوا كلكم فتحين ايدكم من بره وقفلتوا، لما بتقفلوا بتقربوا من بعض. يعني انت لو راصص حاجه على دايره واسعه غير لما ترص نفس العدد على دايره قليله، وانتوا يعني لو انتوا خمسه ماسكين ايدكم في ايد بعض وبعاد عن بعض هتقفوا في دايره واسعه، لما تقربوا من بعض دراعاتكم بتقفل وبتضموا على بعض وبتخبطوا في بعض. نفس الفكره، فلازم تبقى عارف ان الاكسبانشن من الطرق اللي انا لو عندي كراودنج فبقدر اوسع الفك، سواء ان انا ازق البوستيريور سيجمنتس ليبيان او ازقهم بقل، او ان انا اميل اعمل بروكلاينيشن للانتيريور. يعني انت عندك كراودنج، فبدل ما تخلع السنان، وانا اتكلم عن الطرق، ان انا ميلت الانتيريورز اللي بره عملت لهم بروكلاينيشن، كان انا خليتهم يعملوا فتحه يا ورده، خليتهم يفتحوا على بعض، يفتحوا بقوا كلهم واقفين في نفس الصف بس على دايره اوسع. خلاص، او ان انا ازق البوستيريورز لبره، ساعتها خلي بالك انت ممكن تعمل ديهيسنس، ممكن الجذور تخرم العظم، وهيحصل بون لوس جامد، وفي المستقبل السنان دي تتخلع. فالموضوع يا جماعه لازم يكون ليه ليميت، لازم تخلي بالك، لازم تبقى فاهم كل حاجه وتفهم العيان ان العيان عنده unrealistic anesthetic result. لو انت عملت الجامد قوي لبره خلاص، لازم ان العيان في الاخر هو متخيل دي حاجه هتعجبه، مش هتبقى شكلها حلو والناس هتتريق عليه. فانت لو لقيت العيان عايز يعمل حاجه، يا اما حقك انك ترفض العلاج او تحوله او تمضيه على كونسنت ان انا فهمته وهو عايز حاجه زي كده وانت مش مسؤول عن النتيجه. فدي كلها حاجات مهمه يا جماعه لازم. واتكلمنا عن الاسنان بتاثر على السوفت تيشو اللي موجوده فوق. خلاص، زي هنا بيقول لك اكستراكت، او هنا بيقول لك انه مش شرط، زي ما اتكلمنا فوق انه مش شرط انك لما تخلع والسنان تدخل لجوه والوش يدخل لجوه هتبقى حاجه وحشه. اتكلمنا في ناس عندهم بروفايل كونفكس، ساعتها الخلع وانك ترجع السنان حاجه كويسه يعني. خلاص، بس ما ترجعش السنان لورا جامد قوي علشان البروفايل هيبقى فلات او هيبقى كونكيف، ودي مش حاجه حلوه. اليوثفول ابيرنس يا جماعه بيبقى سلايتلي كونفكس، او البروفايل بيبقى كونفكس خفيف مش كونفكس جامد قوي يعني، بالذات العيان اللي عنده مناخير كبيره او النزويوليبيا الانجل بتاعت الليب، اتكلمنا عليها في الشابتر الاولاني. النزويوليبيا الانجل لو عنده كبيرة او عنده مناخير كبيرة او عنده الفك داخل لجوه، اوعى تخلع للعيانين دي. لما تخلع العيان عنده مناخير كبيرة ايه اللي هيحصل ساعتها؟ ساعتها الاسنان او اللبس هتدخل لجوه، المناخير هتبان اكبر، شكله هيبقى اوحش. ريتروجناتيك ماندبل، العيان عنده الفك الماندبل عنده صغير، لو انت خلعت والاسنان واللبس دخلت لجوه هيبان الفك اللي تحت خارج لبره اكتر، زي الممثل بتاع الكبير قوي. نفس الفكره، انت يعني تخيل يعني هيبقى ده نفس المنظر، هيبقى المنظر مش احسن حاجه. خلاص،
على سبيل المثال يا جماعة، الحالة دي حالة كلاسيكية. عشان تعرف انه مش شرط انك تظبط شكل السنان انك ظبطت شكل الوش. بمعنى ايه؟ بص حضرتك، ده انت لو وريت لاي دكتور تقويم الحالة دي على طول هيقولك غالبا هخلع الفورز وارجع. انت دلوقتي عايز ترجع، عندك مشكلة، شايف الابر خارجين لبره جامد قوي، العيان ده شكله مش حلو، هتلاقيه العيان بتريق عليه في المدرسة ان السنان اللي فوق خارجة لبره، عنده ضب، وفي نفس الوقت البريمولرز. تقدر اي حد هيشوف الحاله دي دكتور تقويم من دون ما يبص على الوش هيقول لك يا عم اخلع البريمولرز ورجع. انت دلوقتي محتاج ترجع من الكراين للكراين، ترجعه ورا او ترجع كل الفك الابر لورا، هترجع ازاي؟ فاسهل حاجه، اكتر سنان بتتخلع يا جماعه عندنا في التقويم هم الفور او الفايف، حسب ايه هنتكلم قدام. ان الفور بنخلعه لو انا عايز ارجع الانتيريورز اللي ورا قوي بخلع الفورز، لو انا عايز ارجعهم نص نص بخلع الفايفز. ليه؟ هنتكلم، هنعرف في حاجه اسمها انكورج، وانه حسب ما انا المعادله عايز ارجعه. بس انت هنا من غير حتى ما تبقى تقرا سفالومتري او حاجه باين، وهنتكلم قدام ان شاء الله ازاي طريقه باين انك عايز ترجع الفك اللي فوق لورا جامد قوي. طيب هترجعه ازاي؟ صعب انك ترجع كله بالمولرز، فاحنا بنعمل ديستاليزيشن. بس في الحاله دي ديستاليزيشن مش هتديك غير 3 مللي، هنتكلم قدام. فانا عايز ارجع الانتيريورز دول بتاع 6 مللي او حاجه، فعشان اقدر اعمل لهم كده لازم اخلع الفور عندي. طيب لما اخلع الفور عندي، اتكلمنا لو خلعته ورجعته لورا ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل مش بس السنان هترجع، ده اللبس هتدخل لجوه. اتكلمنا فوق ان لو العيان عنده مناخير كبيره والمندبل داخل لجوه او النيزيو ليبل انجل عنده كبيره شكله هيبقى وحش. طب تعالى نبص على الطفل ده. بص، هو ما شاء الله شكله يعتبر حلو، بس لو بصيت على البروفايل بتاعه هتحس البروفايل بتاعه ستريت شويه، يعني هو مش كم يعني البروفايل بتاعه مش يعني اللبس بص داخله لجوه والمناخير تعتبر خارجه لبره شويه. لو انت خلعت ودخلت المسافه دي كلها وخلعت الفور، الحته دي كلها هتتطبق وتدخل لجوه، هيبقى الشكل وحش قوي. تاني الحاله، لو بصيت على الاسنان عشان تخلي شكل السنان حلو وتقلل الاوفرجيت، هتخلع البريمولرز وتدخل السنان لجوه. ده كلاسيكي، اي دكتور تقويم هيعمل كده بدون ما يبص على الاكسترا اورال. بس الدكتور لو بص على الاكسترا اورال هيقول لك ده البروفايل بتاع الطفل ده، المناخير عنده خارجه لبره شويه وكده كده السنان مش خارجه لبره قوي، يعني المفروض المنظر ده تبص تلاقي اللبس خارجه لبره جامد قوي، بس هو عنده اللبس شكلها شبه طبيعي. لو انت خلعت ودخلت المسافه دي كلها، خلع الفور بيخلي الحته دي في التشيك تدخل لجوه، مع دخول السنان هتلاقي المناخير بقى شكلها كبير جدا 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 جدا، والشكل بقى مش حلو قوي. فساعتها هنبدا نشوف حلول تانية يا جماعه هنتكلم عليها في الشباتر قدامانيه. واتكلمنا على السمايل استيتكس، الابتسامه الجميله، اتكلمنا في الشباتر اللي فات على السمايل استيتكس تشابتر 5، اتكلمنا عليه قبل كده خلاص. فباللي انا بيقوله لحضرتك يا جماعه هنا، انه لازم تبقى فاهم انه في حاجات كتير التقويم مش هيقدر يغيرها، انت ممكن تكون محتاج جراحه مكمله بعد التقويم. لازم العيان يبقى فاهم كده، يبقى مش عنده انريليستيك اكسبكتيشن، يتخيل ان التقويم لوحده هو اللي هيحل المشكله. لو المشكله سكيليتال كبيره ساعتها التقويم مش هيقدر يحلها، لازم تدخل جراحي مع التقويم. دي هتبقى حاجه مهمه عشان تفهم العيان من قبل ما تبدا الخطه العلاجيه بتاعتك. طيب قلنا اتكلمنا في تالت عامل هو الالاينمنت والسيمتري. قلنا لازم يكون في الالاينمنت وفي سيمتري، ما يكونش في اي مشكله، لازم نحلل السبيس. طيب في حاجه اسمها الالاينمنت اند سيمتري يا جماعه. الالاينمنت يا جماعه ان السنان كلها تبقى مرصوصه في نفس الصف على حيزه، زي يعني ما فيش سنه خارجه لبره او مايله لجوه، او يعني بالبلدي كده ما فيش كراودنج، ما فيش السنان كلها في نفس الحيزه وفي سيمتريه. اكتر مشكله عندنا يا جماعه بتاثر على الالاينمنت هو الكراودنج، ان السنان مش لاقيه مكان. ده بيبقى اكتر سبب ليه يا جماعه، ان السنان يا اما مرصوصه في مكان ضيق على الضيق وانت محتاج توسعها، او الفك في الغالب الحالات معظم الحالات بتلاقي حجم الفك يا جماعه مش متناسق مع حجم الاسنان، يعني الميزيو ديستال ويدث بتاع السنان اكبر من المساحه المتوفره بتاعه الدنتال ارش بتاع الجو اللي بيخليني اقدر السنان تقدر تترص فيها. فعشان كده احنا محتاجين قبل ما نبدا حالات الكراودنج يا جماعه، يفضل انك تعمل حاجه سبيس اناليسيس هنتكلم فيها قدام، موضوع سهل قوي بمسطره، بتشوف انت محتاج كام ملي عشان تعرف تخطط هتجيبهم ازاي، والموضوع سهل هنتكلم عليه في الشابتر ده قدام ان شاء الله. واتكلمنا على السكيليتال ودنتال ريليشن شيبس، اتكلمنا عليها في الشباتر اللي قبل كده خلاص. طيب تعالوا يا جماعه نتكلم على الايمز بتاعت الاورثودونتيك تريتمنت بتاعتنا خلاص.
لازم يا جماعه يبقى عندي بروبلم ليست، اعرف المشاكل اللي اتكلمنا خلاص هنعمل هيستوري اكزامينشن مش عارف ايه، واعرف البروبلم ليست واعرف ايه اللي انا ابدا احله الاول، واعرف الكونسيرن اتكلمنا على الكلام ده كله، دي الايمز بتاعتنا، وادي اولويه للمشاكل اللي العيان جاي بيشتكي منها خلاص. بروبلم ليست كان فورم، البروبلم هو الاساس بتاع العلاج بتاعي، لازم اقرر الحلول اللي عندي عشان اعرف ايه المناسب للعيان. هل مثلا عيان في مشكله انا شايفها والعيان مش شايفها ومش فارقه معاه، بس حل المشكله دي هيطول من فتره العلاج، ساعتها انا مش ممكن اتغاضى عن اللي انا عايز اعمله واعمل الحاجه اللي العيان بس عايز يعملها عشان اقلل الفتره العلاجيه واوصل للفاينل ديفينيتيف تريتمنت بلان بتاعي. يعني ادي لك مثال، افرض عيان مثلا عنده كراودنج بس في نفس الوقت مش شايف ان السنان خارجه لبره، وانت عارف انك عشان تدخل السنان لجوه محتاج اكتر من سنه، سنه ونص، ساعتها انت هتعالج الكراودنج للعيان بس في فتره 6 شهور او اقل من سنه وخلاص، وساعتها هتفك التقويم للعيان اللي هو العيان مش مهتم ان هو يرجع سنانه لورا. عشان كده يا جماعه لازم تفكر في كل الحلول وتناقش مع العيان، لا انت كده هتركب تقويم، طب ما توصل للوضع المثالي اللي العيان هيقول لك لا بس انا مش عايز اطول الفتره، انا يا دوب عايز احل المشكله دي. لازم نتكلم يا جماعه في النقطه دي مع العيان خلاص، لازم لازم تبقى فاهم وتفهم العيان كل ابروتش، كل مميزه، كل عيوب. دخل بقى النقطه دي، كلينيشن بيزك سيرس رياليستيك اوبشنز افيلبل تو ذم، ايه الحلول المنطقيه والمميزات والعيوب انكلودنج ذا افكتس اوف نو تريتمنت ات اول. في حالات يا جماعه كل من كل 10 حالات في حاله هتندم انك عملت لها شغل في اي تخصص، سواء دينشر سواء اورثو سواء سواء سواء. في حالات يا جماعه لو انت لقيت العيان طلباته كتير او العيان هيقرفك او هيضايقك أو أو, او 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 ساعتها يا جماعه انك ما تعالجش العيان ده احسن لك واحسن للعيان واحسن للكل. حل النو تريتمنت يظل اول تريتمنت عندك للعيان اللي هيضايقك او اللي هيعمل لك مشكله او اللي عنده ان ريليستيك اكسبكتيشن او الان كوبرتيف، النو تريتمنت ده يعتبر حل، وتكتبه في الكونسنت انك عرضت على العيان ان انت ما تعملش تقويم، مشكلتك صغيره مش مستاهله، او انت متوقع حاجه مش هقدر اعملها لك وقلت له ما تعملش، بس العيان صمم ان هو يعمل. فنو تريتمنت يعتبر تريتمنت حلو للعيانين اللي زي دول. عشان كده لازم تاخد كونسنت يا جماعه من العيان ده، عيان متوقع حاجه مش منطقيه، عيان هيضايقك، عيان معاملته صعبه، عيان انكو اوبرتيف. فلازم الكونسنت مهم جدا عشان ما يحصلش شكوى في المستقبل. لو طفل جاي لك معاه اهله والطفل مش عايز يعمل تقويم واهله فرضين عليه وحاسس ان الطفل مش هيلبس تقويم وهيقعد معاك سنين ويضايقك ويكسره، والاهل يجوا يعملوا لك مشكله، ساعتها خد كونسنت ان انت قلت لهم ان الطفل هيعمل مشاكل وبتاع ومش هيلتزم، بس هم اللي اصروا. فدي كلها يا جماعه حاجات مهمه في الكونسنت بتاع حضرتك. طيب تعال نبدا نتكلم بقى على السكيلتال بروبلم تريتمنت بلان. عندنا يا جماعه 3 حلول في التقويم، عندنا اورثودونتيك كاموفلاج، جروث موتيفيكيشن، وكومبايند اورثودونتيك. يعني ايه الكلام ده؟ الكاموفلاج يا جماعه، كاموفلاج اللي هو التمويه، يعني عارف اللبس المموه بتاع الجيش اللي هو اللبس ايه؟ اللبس ده هدفه انه العسكري لما يبقى قاعد في الجنينه او قاعد في الصحراء، تلاقي البلاد اللي فيها صحرات كتير، صحراء كتير، بتلاقي اللبس لونه اصفر شويه، البلاد اللي فيها غابات كتير زي الامازون وكده بتلاقيه لبس اخضر، اللي هو يبقى ما يبقاش باين. يعني انا اوقات بيبقى عندي مشكله سكيليتال، احنا اتفقنا في مشاكل سكيليتال ومشاكل دنتال. لو المشكله السكيليتال عندي عشان احلها عند عيان نمو وقف، ساعتها محتاج جراحه ماجزيلو فيشل، اقدر اصلح مكان السنان بدون ما اعمل جراحه واعمل كاموفلاج لو المشكله صغيره. يبقى هنتكلم انه كاموفلاج ان انا ابين ان مفيش مشكله، او يعني اعمل كاني عملت فوتوشوب لوش العيان. يعني العيان عنده مشكله سكيليتال اهو، بص بيقول لك عنده سكيليتال ديسكريبنسي بس اكسبتد، مشكله سكيليتال بس صغيره قوي، بس السنان تقدر ترجع لكلاس 1 ريليشن شيب. اتكلمنا قبل كده كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 ريليشن شيب، السنان تقدر ترجع في مكانها خلاص، بس المشكله عنده. يعني احنا اتكلمنا ان لو عندك مشكله سكيليتال اكيد هيبقى عندك مشكله دنتال. اوقات المشكله سكيليتال بتبقى صغيره فمش والعيان مش مستاهله ان انا اوديه ماجزيلو فيشيال، ساعتها يا جماعه ممكن اعمل له كاموفلاج ان انا اخبي يعني اخبي السنان، احرك السنان اخليها لكلاس 1 عشان الابتسامه تبقى متناسقه والاوكلوجن يبقى حلو، بدون ما احول العيان لان هو يعمل جراحه او حاجه. وخلي بالك معظم شغلك في الادلت بيشنت بيبقى كاموفلاج. تاني، معظم الادلت بيشنتس اللي نموهم وقف اللي هو بعد البلوغ، بعد ال 15 16 سنه، معظم الشغل بيبقى كاموفلاج. يعني حالات كتير اللي هو عيان جاي لك عنده 30 سنه، عنده 20 سنه، عنده 40 سنه، هو مشكله سكيليتال عنده غالبا، طالما ان عنده
عنده مشكله في السنان هتلاقي المشكله في السكيل في السكيلت اللي عنده، فساعتها انت مش منطقي كل عيانين تحولهم يعملوا سيرجري، غالبا هتضطر انك تعمل كاموفلاج يا جماعه عشان تصلح شكل السنان بدون ما، والمشكله السكيلتر مش باينه قوي يعني، يعني مش شرط ان الناس كلها تبقى ايديال عن طريق انك تعمل لهم سفالومتريك اناليسيس. ممكن يبقى عنده مشكله سكيلتر سواء كلاس 2 او كلاس 3، بس انت تقدر تخلي سنان كلاس 1، خلاص يا عم اعمل كاموفلاج، شكل السنان هيبقى حلو، العين هيبقى مبسوط. هتقولي طب يا دكتور شكل الجو او العظم، هقول لك كده كده مش باينه قوي يعني، كده كده اهم حاجه العيان عنده مثلا كلاس 2، فساعتها الحل انك تعمل عمليه وترجع الفك اللي جوه كلاس 2 سكيلتال، الحل ان العيان نموه وقف، يا اما لو عيان نموه شغال هتقدر تلبسه حاجات تخلي الفك يدخل لجوه وما يكبرش، بس لو عيان نموه وقف، وغالبا معظم العيانين هيجوا لك هيبقى نموه وقف، هتقول لي ان انا هحوله يعمل ماكزيلو فيشل سيرجري يكسر الفك ويرجعه لجوه الماكزيلا، هقول لك لا مش هيعمل كده، انت هتعمل له كامو فلاش يعني، او اضعف الامام، مش شرط تضيع المشكله 100%، قلل ظهور المشكله. اوقات يا جماعه الكاموفلاش بتاعي بيبقى ان انا اقلل المشكله، مش هقدر اقللها 100% او اضيعها 100% لانه الديسكريبنسي كبير، يعني عيان جاي لك باوفرجيت 12 مللي كبير ما قوي مثلا، انت عارف ان الاوفرجيت الطبيعي 2 مللي، هدفك انك تدخل السنان 10 مللي، انك تدخل السنان 10 مللي دي حاجه كبيره قوي، هتفهم العيان ساعتها ان انا بص مش هقدر ادخل لك 12 مللي، ال 10 مللي دول مش هقدر ادخلهم لك، فمعلش تعالى على نفسك اقبل ان انا ادخلهم لك 4 5 مللي واخرج لك اللور اللي قدام ملي، ساعتها المشكله هتبقى باينه اقل، وبس ايه مش 100%، بس ايه عملنا كاموفلاج والمشكله قلت شويه عشان اهم حاجه، عشان كده قلت لك الكونسنت وتتفق مع العيان. خلاص بيقول لك ان سهل انك تعمل كاموفلاج، انك تدار العيوب الانتروبوستيريور زي ما انا كنت بتكلم مع حضرتك دلوقتي، ان اللي عندك كلاس 2 مثلا السنان اللي فوق خارجه لبره واللور داخله لجوه، تقدر تكاموفلاجها اسهل من الفيرتيكال. الفيرتيكال يا جماعه لان انت معظم الناس اللي بتشوفهم من الوش، انت لما بتسلم على حد او بتتكلم مع حد من صحابك بتتكلم معاه من الوش، فالمشاكل الانتروبوستيريور يا جماعه ما بتبانش من قدام، يعني انت معظم الناس وهي بتتكلم وهو بيبص في المرايه بيشوف نفسه من قدام، فالكاموفلاج بيبقى سهل لانه المشاكل الانتروبوستيريور مش بتبان غير لو انت بصيت من الجنب والعيان بيتكلم او هو بيضحك او كده، فالانتروبوستيريور سهل انك تعمل لها كاموفلاج وتخبيها، بس الفيرتيكال صعبه لان كده كده العيان انت بتبقى شايفه من الوش، شايف طول وشه، لو اللي عنده الفيرتيكال دايمنشن او طول السنان او وشه اللور ثيرد اوف ذا فيس طويل، ساعتها صعب انك تعمل لها كاموفلاج، لان حتى لو قللته بس وشه مازال طويل العيان مش هيحس بفرق جامد قوي. فالمشاكل الفيرتيكال يا جماعه في الغالب زي مثلا الجامي سمايل الكبيره، في الغالب لو كبيره غالبا صعب انك تعمل لها كاموفلاج، وغالبا العيان ده بيحتاج ان هو يروح يعمل سيرجري، لانه ترانسفيرس بروبلمز اللي هي اللي بالعرض دي ما بتبقاش باينه قوي، وحتى لو فضلت موجوده العيان مش هياخد باله منها قوي، لان هي ما فيش حد بيشوف نفسه من الجنب كتير. الفيرتيكال هي اللي صعب انك تعمل لها كامو فلاج، وغالبا بتحتاج تدخل جراحي معاها مع العيان بتاعك. جروث موديفيكيشن احنا اتكلمنا، يبقى اول فهمنا الكاموفلاج ده عيان نموه وقف. طيب لو انا نفس العيان الكلاس 2 اللي قلنا او العيان الفيرتيكال اللي هو الطول وشه طويل، او العيان اللي عنده مشكله انتروبوستيريور اللي هو جاي لك كلاس 2، جاي لك قبل ما نمو يقف اللي هو قبل البلوغ اللي هو عند الولاد، قبل من الولاد من 13 ل 15 البلوغ، البنات قول من 12 ل 13، في طبعا حالات بتبقى في 11، في حالات في 13، يعني انت بتخليك في الامان قبل 12 سنه للبنات وقبل 14 سنه للولاد. لو الطفل جالك وعنده مشكله سكيليتال، وطبعا اي احنا اتفقنا في الشباتر اللي فات اي مشكله سكيليتال هتبقى عندي مشكله دنتال، لانه العظم ده هو اللي السنان بتقف عليه، فلو انت الاساسات بتاعتك مش مظبوطه اكيد السنان مش هتبقى مظبوطه. فلو العيان كبير قلنا ساعتها بنعمل كاموفلاج، طب لو العيان صغير اقدر اعمل له جروث موديفيكيشن، اقدر يا جماعه البسه هيد جير او البسه ابلاينس تتحكم في النمو، يعني لو لقيت العيان المجزله اللي عنده كبيره اقدر البسه هيد جير يبطئ من نمو المجزله، لو انا لقيت ان في السفنومتري المجزله هي اللي خارجه لبره، طب لو لقيت في السفنومتري ان المجزله حجمها طبيعي بس كلاس 2 ده سببه ان المندبل هو اللي صغير، ساعتها هلبسه حاجه تخلي المندبل يكبر لقدام اكتر تاني، يبقى انت بالسفنومتري هتعرفك مين اللي محتاج جروث موديفيكيشن، هل تكبر المندبل ولا تصغر المجزله، او العكس عيان جاي لك كلاس 3 عنده المندبل هو اللي خارج لبره، افرض المندبل مش هو اللي خارج لبره، افرض المجزله هي اللي داخله لجوه،
ساعتها هتعمل جروث موديفيكيشن، هتلبس العيان ده حاجه تشد المجزله لقدام، او لو لقيت المشكله من المندبل هتلبس العيان حاجه تدخل المندبل اللي جوه. فساعتها يا جماعه جروث موديفيكيشن ده بيعتبر حاجه، واحسن سن الطفل يجي لك فيه اللي هيعمل تقويم هو السن يا جماعه قبل البيوبرتي او جروث سبيرت، سميها زي ما تسميها، لان في السن ده يا جماعه انت تقدر تعدل النمو وتقلل من انك تحتاج، وغالبا مش هتحتاج لو العيان جالك قبل البلوغ، مش مستحيل تحتاج مكزيلو فيشل سيرجري، غير بقى لو الديفكت سيفير، يعني عيان او الطفل عنده تشوه خلقي كبير مثلا زي كليفت بالات كبير، او عنده فيرتيكال دامين، يعني عنده عيب خلق قاتل. بس معظم الاطفال الطبيعيين لو جالك قبل النمو او قبل البلوغ بتاعه، ساعتها تقدر تعمل جروث موديفيكيشن مع تقويم من غير ما تحتاج انك تعمله سيرجري. طيب لقيت ان هو النمو كبر ساعتها والمشكله صغيره في العظم، هتعمل كاموفلاج. طب لو لقيت المشكله كبيره، لا ساعتها، ومش هتيجي بالكاموفلاج بالذات، قلنا زي ما قلنا المشاكل اللي هي الفيرتيكال دايمنشن متاثر، اللي هو الهايت متاثر، ساعتها هتحتاج سيرجري مع تقويم. خلاص لو انت مش تقدر تعمل كاموفلاج، يبقى عندك الدرجات من الاحسن جروث موديفيكيشن لو طفل ما بلغش. طيب لقيت، لو قلنا مشكله في العظم، يعني تاني الكلام ده كله يا جماعه حسب المشاكل في العظم. اوقات انت ممكن تعمل سفيرومتري تلاقي العيان عنده كراودنج والعظم سليم ومفيش مشاكل، ساعتها التقويم. يعني احنا قلنا انه مش شرط ان يكون عندي مشاكل في السنان، لو انا لقيت مشكله في العظم لازم الاقي مشاكل في السنان، بس مش شرط ان انا الاقي مشاكل في السنان الاقي مشاكل في العظم. ممكن الاقي العظم سليم بس السنان هي اللي اتحركت، العيان كان بيمص على صوابعه، العيان كان بيحرك بالسنان وكل شويه بيزقها فحصل له كراودنج، العيان بيبلع، عنده حاجه اسمها التانج ثراست، وهو بيبلع بيزق لسانه لقدام. فمش شرط يا جماعه ان انا الاقي مشكله في العظم لو لقيت مشكله في السنان، بس لا اكيد لو في مشاكل في العظم هلاقي مشكله في السنان عندي. فساعتها لو العيان بقى لقيته جاي لك بمشكله كبيره قوي وفي نفس الوقت نموه وقف، ساعتها انت مش هتقدر، مالكش حل غير ان انت تعمل له جراحه او تتفق معاه في الكونسنت. طب بص يا حبيبي، انت المشكله عندك كبيره صعب احلها بالتقويم، بس هنقللها بس هتفضل موجوده، بس انت تتقبل كده. مش قادر تتقبل، هتضطر تعمل عمليه تكسر الفك وتثبته على وضع المثالي بتاعك. عمليه مكلفه شويه وفي نفس الوقت عمليه صعبه، بس لو انت حسب ما بقول له بدل البيشنت موتيفيشن، لو العيان متحمس قوي هيقول لك يا دكتور انا مش فارق معايا، حولني دكتور جراحه، انا اهم حاجه عندي الشكل، مش مشكله هعمل تقويم وهعمل اورثوجناتيك سيرجري، اهم حاجه الشكل عندي يبقى كويس. ده عيان نموه وقف وجاي لك هايلي موتيفيتد معاه فلوس، عيان جاي لك معهوش فلوس يعمل العمليه، او في نفس الوقت خايف يعمل العمليه ونموه وقف، هتقول له ايه؟ طب خلاص هنوصل لحل وسط، هقلل لك المشكله، مش هتروح 100% بس هقللها لك. هيقول لك ماشي. طيب لقيته العيان رافض، ساعتها ريفيوز تريتمنت، يعني الموضوع يا جماعه او قبل بكاموفلاج ماشي، بس قلنا جروث موديفيكيشن دي للاطفال اللي لسه ما عدوش اللي هو لسه النمو ما وقفش، يعني النمو قلنا بيقف بنسبه كبيره بعد البلوغ. خلاص هنا بيقول لك انه لقوا ان في يا جماعه ناس مقتنعه، هتلاقي في الاورثو في جدال كبير، في ناس يا جماعه في ناس مقتنعه ان جروث موديفيكيشن بيأثر بس قليل قوي، مش مستاهل ان انا البس الطفل هيد جير او البسه ابلاينس فانكشنال ابلاينس او البسه اي ابلاينس تعدل النمو. في ناس تقول لك لا ده بيتأثر بطريقه كبيره، فهنتكلم على الكلام ده كله في الهيد جير ان شاء الله في الشابتر اللي قدام، او الفيس ماسك او الحاجات دي كلها، دي الحاجات اللي بتخليني اتحكم في نمو الفك، سواء اخلي الفك يخرج لقدام، لو المجزله مثلا الحاله كلاس 3 ولقيت المجزله هي الصغيره اخليه يخرج لقدام عن طريق بروتراكشن فيس ماسك. هنتكلم في الحاجات دي كلها ان شاء الله. خلاص قلنا الكومباين ده، قلنا ده عيان جاي لك بعد ما النمو وقف خلاص، مش هيقدر يعمل مش هيقدر يعمل تعمله جروث موديفيكيشن، وفي نفس الوقت المشكلة كبيرة، وفي نفس الوقت العيان متحمس، ساعتها خلاص انا هعمل، والعيان مش هيقبل ان هو، ممكن العيان معهوش فلوس بس مش هيقبل الكاموفلاج، او المشكلة كبيرة قوي، مش حتى الكاموفلاج هيخلي المشكلة كبيرة ما زالت باينة، ساعتها العيان مضطر ان هو يستلف او يعمل سلفة من اي حد من صحابه، لان الموضوع هيفرق معاه جامد قوي ويجي لك بحيث ان هو يعمل التقويم وفي نفس الوقت يعمل الجراحة بتاعته علشان يصلح المشكلة. تمام. طيب عايزين يا جماعه نتكلم على البيزك برينسيبلز بتاعت الاورثودونتيك تريتمنت. خلاص انا خدت القرار ان انا اعمل تقويم وخدت كونسنت من العيان وخدت، لازم اول حاجه قبل ما اعمل التقويم اعمل حشوات واعمل، احنا قلنا التقويم ده المعدن والسلك والبراكتس والحاجات دي كلها بتجمع، المعدن مش بيجمع، انا عايز اقول لك انه البراكتس التصميم بتاع البراكتس بالوايرز بيحشر الاكل وبيجمع الاكل، فلازم العيان يكون من قبل ما يبدا عنده الاورال هايجين كويس، يكون عمل
لو عنده مثلا التسوس يكون عمله، لو عنده التهابات في اللثه يكون عالجها. بيقول لك ممكن تأجل الحاجات البيرمننت زي الكراون او البريدجز لبعد التقويم خلاص. بس اهم حاجه يا جماعه انه قبل ما تبدأ التقويم تكون عالجت كل حاجه. طبعا يا جماعه انت ممكن تعمل الكراون بتاعك قبل ما تعمل التقويم عادي. يعني هو في ناس هتقول لك لا اجل التقويم لحد ما اخلص، اجل الكراون لحد ما اخلص التقويم بتاعي. بس في حالات يا جماعه بتكون بدل تيكيت، انت محتاج تعمل للطفل او للشخص كراون قبل ما تبدا التقويم. وعادي يا جماعه حصل تطورات في البوندنج بتاعنا ان احنا نقدر نعمل بوندنج للكراون بتاعنا عادي، او تعمل ستانلس ستيل كراون. فانت البريدج تاجله لبعد التقويم ماشي، لانك لو عملت بريدج صعب انك تحرك السنان اللي هم الملزوقين في بعض بالبريدج، لان انت كده هيعمل لك مشكله. او لو انت مش ناوي تحرك السنان، ما دي برده كل ده في التريتمنت بلان. هنتكلم في نوع من التقويم اللي انا بعالج حته بس معينه، مش بعالج السنان كلها. فالموضوع حسب، بس انت في الغالب بتاجل كل البريدجات او بتاجل كل الحاجات الريستوراتيف او الامبلانت لبعد التقويم. في انواع من التقويم احنا بنعمله علشان نفتح مكان الامبلانت. فانت بتاجل، لو انت عملت امبلانت من قبل التقويم يا جماعه، ساعتها الامبلانت ما بيتحركش. الامبلانت ما فيهوش بريدونتال ليجمنت، اتكلمنا في الشباتر اللي فات. البريدونتال ليجمنت هي اللي بتحرك لي السنان، الامبلانت ما بيتحركش، الامبلانت بيبقى ثابت في مكانه. فانت بتاجل الامبلانت بتاجله، البريدجات البريدج صعب ان هو مستحيل يتحرك فبتاجله، بتخلي كل التركيبات بتاجلها لبعد التقويم. بس قبل التقويم لازم تعالج الديزيز بقى. يعني انت التركيبات دي مش بتعالج ديزيز، اللي بيعالج الديزيز الروت كانال، اللي بيعالج الديزيز الحشوات الكومبوزيت، الحاجات دي كلها. فدي لازم تعملها. طيب دي مدرسه يا جماعه، احنا عندنا في مدرستين. في مدرسه هيقول لك انا بعالج بهتم انت لما بتيجي تبص او تبتسم على اي حد بيبتسم، الابر السنان الابر هي اللي بتبان. ده بسبب ان الاستيتكس بتبقى احسن، وهي السنان الابر هي اللي باينه. فانا بهتم بان انا اعمل التقويم حسب السنان الابر وبرص باقي السنان على السنان الابر. في مدرسه تانية، مدرسه الاستابيليتي. تاني عندنا مدرستين، مدرسه الاستيتكس ان انا عايز اظبط شكل السنان او مكان السنان بتاعي على الابر ارش. يعني لو لقيت السنان خارجه لبره هدخلها لجوه الابر انتيريور تيث، هدخلها لجوه وارص الباقي على الابر انتيريور تيث. لو لقيتهم داخلين لجوه هميلهم لبره وارص الباقي عليهم. دي عشان دي معظم الناس مهتمية بالمدرسة دي. بس الحقيقي لو انت دكتور عملي على المدى البعيد هتلاقي ان في مدرسة تانية محترمة جدا وحلوة جدا بس ملهاش قبول قوي، مدرسة انك بترص على حسب اللور تيث. لو انت بصيت في كلنا عندنا قرايبنا عندهم كراودنج في اللور انتيريور تيث، اللي بيحصل فيهم ليتين كراودنج، وبيحصل ان السنان بتبقى معوجة ومحشرة. لو انا ده بسبب ايه يا جماعة؟ الفورسز، ان بيحصل ميديال دريفتنج مع السن، بيحصل التانج بيزق لقدام. في ناس بتقول ان ضروس العقل بتحرك اللي قدام. فده بالذات لو عيان كان بادئ بكراودنج، لو العيان عنده كراودنج وانت صلحت الكراودنج من دون خلع، بالذات لو ما خلعتش وصلحت كراودنج وسعت وفكيت التقويم والعيان ما التزمش بالريتنشن قوي، ساعتها السنان هترجع، هيحصل ريلابس سريع، السنان عايز ترجع تاني. ففي مدرسه يا جماعه بتقول لك ان انا بهتم باللور ليبيا لور انتيريور واصمم الموضوع حواليه. يعني ايه؟ يعني انا لانه حجه المدرسه دي فكرتها انه اللور انتيريور موجودين في مكان اي النيوترال زون، اللي هو المكان اللبس من بره نفس القوه. انت قبل التقويم السنان موجوده في المكان الطبيعي بتاعها، اللي هو قوه اللبس بتوازي قوه اللسان، لا هتتحرك لبره ولا هتدخل لجوه. بس صفر ده الوضع الاستيبل بتاع الفانكشن او بتاع النيوترال زون. بس افرض لقيت العيان سنانه داخله لجوه وانت عايز الابر تخرجها لبره، فلو خرجت الابر لبره لازم تخرج اللور على لبره. ساعتها انت خليت اللبس تبدا تتحرك السنان لجوه تاني، بالذات اللور، انه اللبس هتبدا تدخلهم تاني. فساعتها الريلابس السنان هترجع لجوه تاني، الريلابس هيبقى عادي. فلازم حضرتك تبقى عارف ان انا بهتم باللور بتوعي اللور انتيريور، ان هم دول اكتر مكان بيحصل فيه كراودنج واكتر مكان بيحصل فيه حركه. هم دول لو انا اهتميت ان انا اخلي السنان بتاعتي كلها مبنيه على المكان ده، هستفيد ان الريلابس هيبقى قليل عندي، لان اكتر حته بيحصل فيها ريلابس بالذات في الكراودنج هي اللور انتيريور. بس عيبها يا جماعه ان انت افرض العيان انت قلت خلاص انا هرص السنان على مكان اللور انتيريور اللي انا بادئ بيه، ولا هحركهم لبره ولا هحركهم لجوه، لقيت ان العيان الابر بتاعه داخل لجوه قوي او خارج لبره قوي، محتاج يدخل لجوه او يخرج لبره، ساعتها انت هتعمل ايه؟ هتبقى مزنوق. فمدرسه اللور ليبيال سيجمنت اللي هو اللور انتيريورز دي مش حلوه، لان هي ما بتديلكش
الاثيتكس المطلوبه في حالات. خلاص اهو هنا بيقول لك ان هو بيبقى وضع ستيبل بين اللسان وبين التشيك، ده من قبل ما تبدا التقويم انت الوضع ده ستيبل. ممكن يكون في كراودنج، هتصلح الكراودنج بس يفضلوا في نفس المكان، لا يخرجوا لبره ولا يدخلوا لجوه، لانك لو غيرت فيهم سواء دخلتهم لجوه هيحصل ريلابس ويتزقوا لبره تاني. يا فرحتي جبت الاستيتكس، ما هو انت دلوقتي هتقول لي طب يا دكتور الاستيتكس، هقول لك ما هو الاستيتكس العيان لازم تفهمه انه مش هيلحق يتهنى بيها. لو انت عايز تدخل السنان لجوه، اللي عنده السنان كلها خارجه لبره، ابر ولور خارجين لبره، بس الوضع ده يعتبر ستيبل. فلو انت دخلت لجوه جامد، انت ممكن تدخل حاجه بسيطه، لو دخلت لجوه جامد اللسان هيبدا يزق لبره جامد، فالريلابس يبقى سريع. حتى لو العيان لابس ريتينر الريلابس هيبقى سريع، ساعتها العيان ما استفادش بحاجه. فعصفور في اليد اوقات كتير، ان انت مش شرط تعمل استيتكس 100% بس تضمن ان السنان تبقى في وضع ستيبل، ما تحتكش ما يحصل لهاش ريلابس يعني. خلاص بيقول لك شوف بيقول لك المدرسه دي مش محبوبه قوي، الناس ما بتعملهاش اديرنس، ما بتلتزمش بيها، علشان الناس كلها بتحب الفيشيال والسوفت تيشو استيتكس ان اديشن تو اوكلوزال جولز، بس المدرسه دي محترمه علشان هي بتدي لك اكتر ستابيليتي، اكتر اقل ريلابس يعني. بيقول لك بقى في حالات استثنائيه انت من حقك ان انت تميل السنان اللور لبره او تميلهم لجوه، دي حالات استثنائيه. خلاص ايه هي الحالات الاستثنائيه دي؟ لو انت عندك كراودنج يا جماعه، لو انا عندي كراودنج خفيف 2 مللي 3 مللي في اللور انتيريورز، انت دلوقتي مش عايز تخلع، هنتكلم ان احنا عايزين نجيب سبيس، هنخلع، ممكن نخلع. الخلع ده اولا خسرت سنه وبيدخلك البروفايل لجوه، الى جانب ان الخلع لو عندك المشكله كراودنج صغير قوي 2 ل 3 مللي زي هنتكلم من قدام، الخلع هيدي لك مسافه زياده عن اللزوم، ساعتها حضرتك بقت في ورطه ان انت خلعت جبت مسافه زياده عن اللزوم. طب قلنا الحل السهل البسيط ان انت تميل، يا جماعه لو انت عندك كراودنج بسيط اسهل حل انك تميل، تخلي السنان تميل لبره حاجه بسيطه عن طريق الوايرز بتاعتك. الموضوع بسيط قوي، انك تميل السنان لبره زي كانك عملت فتحه ورده، السنان بدل ما هي محشره وداخله في بعض خليتهم يفتحوا لبره شويه، ساعتها الكراودنج هيروح. فانت من حقك انك توسع لبره شويه، تيجي على اللبس شويه حاجة بسيطة لو عندك كراودنج خفيف. فدي أول حالة إنك تعمل بروكلاينيشن، أنت كده غيرت من مكان الانسايزر بالنسبة للليب، بعتهم عن اللسان وقربتهم للليب، فاحتمال الريلابس إن الليب يرجعهم لجوه أكتر، بس لو حاجة بسيطة عندك مايلد كراودنج من حقك. طيب تاني حاجة، لو عندك ديب أوفر بايت بالذات في حالات كلاس 2 ديفيجن 2، الحالات دي يا جماعة بيبقى اللور انسايزرز هم موجودين في المكان البالانس فيه بين الليب والتانج حلو، بس هم اصلا مايلين لجوه، العيان الابر مايلين لجوه واللور مايلين عاملين لينجوال انكلينيشن لجوه جامد قوي، ساعتها انت محتاج تميل الابر لبره وتميل اللور لبره، جيت برضو على حساب الليب شويه، بس ده الاوكلوجن بقى مظبوط، العيان هيبدا يتكلم مظبوط، لان لو عيان كلاس 2 ديفيجن 2 ده ما بيعرفش يقطم الاكل حلو وما بيعرفش يتكلم حلو، فانت من حقك انك تميل، تيجي على حساب النيوترال زون وتيجي على حساب الليب وتميل لبره شويه. تالت حاجه يا جماعه، العيان اللي بيمص على صوابعه، العيان ده يا جماعه عنده عنصر خارجي اللي هو الصباع بتاعه بيزق بيساعد مع اللبس، يعني انت عندك اللون اتفقنا ان اللبس و التونج موقفين اللور انسايزرز في مكان معين بالانس اللي هو المكان ستيبل مش هيحصل فيه ريلابس، بس عيان جايب بقى واحد بيساعد الليب، جايب التونج بتاعه عنده عاده ان هو اسف جايب حاجه بتساعد الليب، اللي هو جايب الثمب بتاعه جايب الصباع بتاعه عمال بيمصه في حاجه بتزود الفورس مع الليب ان السنان تدخل لجوه، ساعتها انت اول ما تخلي العيان ده يبطل العاده دي عن طريق فيها حاجات كتير بتخلي الطفل ده يبطل، ان الاهل يلبسوا الطفل ده وهو نايم بيلبسوه حاجه زي بلاستيك على صباعه عشان ما يمصش، او مثلا بيحطوا له زي شط على صباعه حاجه، في عندك طرق كتير هنتكلم عن الهابت بريكنج ابلاينس ان انت تخلي الطفل ده ان هو ما يمصش صباعه او يبطل العاده دي، فساعتها لو هو بطل العاده دي اوتوماتيك السنان كانت التنج كان مظلوم وخسران والسنان داخله على جوه علشان الثمب كان مساعد اللبس من بره، فانت اوتوماتيك لما تبطل ان العيان يمص صباعه اوتوماتيك السنان هتخرج على بره تاني، فمن حقك انك تميل، احنا كلنا بنتكلم على الحالات اللي من حق ان انا اميل اللور انسايزرز لبره واتغاضى عن البالانس اللي قلنا موجود ما بين اللبس والتنج. طيب رابع حاجه قلنا
افرض يا جماعه عيان قلنا ان هو محتاج يعمل عمليه، قلنا انترو بوستيريور مشكله كلاس 2 كبير، وفي نفس الوقت العيان مش عايز يعمل عمليه، عايزين نعمل له كاموفلاج، ساعتها هرجع له السنان الابر على قد ما اقدر بدون ما السنان تخرج بره العظم او الروس تخرج بره العظم، وفي نفس الوقت يا جماعه هحاول ان انا ميل اللور انسايزرز لبره شويه عشان اقلل المسافه او اقلل الاوفرجيت بين الابر واللور، يعني من حق ان انا ميل اللور لبره شويه عشان اعمل كاموفلاج عشان اساعد انه الابر لما يدخلوا لجوه يبقى المسافه او الاوفرجيت ما بينهم قلت والمنظر يبقى طبيعي اكتر في الحالات اللي العيانين رفضوا ان هو يعمل عمليه او ما ينفعش اعمل له عمليه، عيان عنده مشكله صحيه او مش عايز يعمل عمليه لسبب ان هو معهوش فلوس او حاجه زي كده. خلاص، ونقول عكس صحيح، بيقولك ان انت ممكن ترجع تيجي على حساب التانج بقى، يعني تدخل على التانج اكتر لو عشان تعمل كاموفلاج لحالات كلاس 3، يعني العيان عنده كلاس 3 اللي هو الفك اللي تحت خارج لبره والسنان خارجه لبره، فانت ساعتها ممكن تميل على حساب التانج تدخل السنان لجوه شويه تعمل كاموفلاج، طبعا الوضع مش هيبقى ستيبل قوي بس انت مضطر تعمل كده عشان تعمل كاموفلاج، ساعتها هتضطر تلبس العيان ده فيكسد ريتينر مع الريتينر اللي هو اللي بتشال وبتحط، هنتكلم فيه تريتمنت بلان بتاعنا ان شاء الله. خلاص، وهنا بيقول لك ان انت لو حركت بقى زياده عن اللزوم، يعني انت كل ده سلايد، خلي بالك احنا بنقول ان انت ممكن تحرك حاجه خفيفه بس، لو حركت اكتر من كده لازم تفهم العيان ان هيبقى الاستابيليتي مش حلوه. يا جماعه التقويم مش بس انك تفك التقويم ولو تصور صور قبل وبعد تقول الله، لا نجاحك في كدكتور تقويم انك تلاقي الحالات جايه لك كمان 5 سنين وكمان 10 سنين السنان ما اتحركتش قوي او السنان في نفس المكان نفس اليوم اللي انت فكيت فيه، ساعتها انت بقيت دكتور تقويم شاطر. ان اكبر مشكله عندك في التقويم انك تخطط ازاي تمنع او تقلل ريلابس، ممكن انت العيانين اللي جايلك واسنانه رجعت او حصل لهم ريلابس واسنانه رجعت في المكان قبل التقويم او بدأت ترجع تاني واسنانه باظت، ممكن انت تتهم العيان وهو بيلبسش الريتينر، بس صدقني في جزء كبير من الحالات بيبقى سببها ان الدكتور مش مخطط، يعني الدكتور حط السنان في مكان مش ستيبل، لان اللبس بتدخل السنان لجوه بيحصل ريلابس، التانج هيخرج السنان لبره فيحصل ريلابس، فانت لازم تبقى فاهم الكلام ده، لازم تخلي العيان في وضع ستيبل خلاص، وتشرح للعيان الكلام ده وتمضيه على كونسنت زي ما اتفقنا. تمام. قلنا بقى المدرسه بتاعه الابر ارش هي اللي بتهتم للاستيتكس بتاعتنا. طيب يا جماعة، المدرسة التانية اللي هي مدرسة ان الابر ارش هي اللي بتهتم بالشكل اكتر على حساب جزء بسيط من الريتينشر، يعني انا هدفي ان انا اظبط كل السنان على الابر انتيريور تيث بغض النظر عن اللور انتيريور تيث اللي هي اكتر اسنان بيحصل فيها انستابيليتي وبيحصل فيها حركة، لان انا بهتم بالاستيتكس، هدفي ان انا ارجع الانسايزرز او ارجع الكراينز عندي كلاس 1 ريليشن شيب، واتكلمنا في كلاس 1 كراين ريليشن شيب الفرق بينها وبين كلاس 1 مولر ريليشن شيب. انت في الغالب يا جماعة لازم تبقى عارف ان المدرسة البريطانية بتاعت التقويم بتهتم ان الكراينز تبقى كلاس 1 لان الاوكلوجن بيبقى طبيعي ساعتها، وانت اوتوماتيك لو بقيت كراين كلاس 1 اوتوماتيك المولر هيبقى كلاس 1، ودي مدرسة واقعية اكتر لان انت اوقات بتخلع بري مولرز فالمولرز ورا بتبقى مش كلاس 1، يعني ممكن المولرز ورا تبقى كلاس 2 او كلاس 3 عشان تصلح المال اوكلوجن، بس اهم حاجة عشان الاثيتكس تبقى مظبوطة والبايت تبقى مظبوطة وكل حاجة تبقى ستيبل على قد ما تقدر، هدفك والاوفر بايت والاوفر جيت هدفك انك ترجع الكراينز كلاس 1. المدرسة البريطانية في التقويم احسن بكتير المدرسه الامريكيه اللي كانت معتمده على المولر كلاسيفيكيشن في كلاس 1، هما الاثنين نفس الحاجه في معظم الحالات، انت اوتوماتيك لو وصلت الكراين كلاس 1 هتوصل المولر كلاس 1، بس الكراين هو الاوقع ان انا اوصله كلاس 1 لانه اوقات كتير بخلع بوستيريور زي ما قلنا والسكس ما بيعملوش اوكلوجن كلاس 1 مع بعض. تمام، واهم حاجه عندنا يا جماعه اهم سنه في البق عندنا هو الكراين، الكراين يا جماعه لو وصل لكلاس 1 الكراين في الكورنر اوف ذا ماوث لو انت عملته كلاس 1 غالبا الانسايزرز هيبقوا الاوفر بايت والاوفر جيت بتاعهم مظبوط وغالبا المولرز هيبقوا مظبوطين لانه الكراين اكبر جدر واهم سنه وبيشارك معايا في الانتيريور جايدنس وبيشارك معايا في نفس الوقت في اللاترال جايدنس سواء الكراين جايدنس او جروب فانكشن. احنا هدفنا ان احنا نوصل عشان الحاله تبقى ستيبل نوصل للعيان ده ان الكراين يبقوا كلاس 1. الجروب فانكشن يعني العيان انت لما بتندخ مش بتاكل فوق وتحت، انت بتاكل حركات دائريه، الكراين هو اللي بيعمل ان السنان البوستيريور تفصل عن بعض، لو كراين مش في كلاس 1 ساعتها في الغالب هتلاقي العيان عنده مشكله في المدخ والاستابيليتي بتاعه السنان هتبقى مش كويسه. طب لو انت عندك كراين مش كلاس 1 ساعتها الانتيريور الاوفر بايت والاوفر جيت مش هيبقى مظبوط، النطق مش هيبقى مظبوط وكمان الاستابيليتي مش هتبقى مظبوط، فانت هدفك ان انت تظبط الابر واللور كراين يبقوا كلاس 1 على قد ما تقدر، دي تبع المدرسه البريطانيه في طب الاسنان. المدرسه الامريكيه
زي قلنا بتهتم بكلاس 1 مولر اكتر، مدرسه كويسه بس مش قديمه شويه، العملي اكتر ان انا بهتم بالكناين كلاس 1 عندي. هنا برضو يا جماعه بياكد لك على اهميه الكلاس 1 كناين ريليشن شيب، اهم بكتير واحسن، لان انت اوقات كتير في حالات الكلاس 2 اللي الفك اللي فوق الابر المجزله خارجه لبره عشان ارجع السنان لجوه، بخلع البريمولرز وبرجع الانتيريور، وفي نفس الوقت زي ما هنفهم المولرز بيتحركوا لقدام شويه، فالمولر ريليشن شيب مش مهمه قوي زي كناين ريليشن شيب. انت اهم حاجه عندك في المولرز ان يكونوا عاملين اوكلوجن مظبوط، بس هل المولر كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3 ما بتفرقش، ومعظم الحالات مش هدفنا ان احنا نوصلها كلاس 1 مولر، هدفنا ان احنا نوصلها كلاس 1 كراين، لانه زي ما قلنا بنخلع البريمولرز فدي بتفرق معانا. كراين سنه مهمه، يعني كراين سنه مهمه، احنا هدفنا ان احنا والروتس بتاعته مهمه وبيديني كراين ايمننس في العظم، وجود الروتس العريضه بتاعت الكراين الطويله بتديني حاجه اسمها كراين ايمننس في العظم وبتديني شكل الوش، فاحنا هدفنا يا جماعه بنهتم بالكراينز اكتر حاجه. وانت لو ظبطت الكراينز غالب كلاس 1 غالبا كل حاجه في الانتيريور وفي البوستيريور هتظبط، لان الكراينز هم في الكورنر اوف ذا ماوث. هنتكلم دلوقتي يا جماعه عن حاجه اسمها الانكورج. لو واحد واقف وانت جيت شديته، انا لو واقف وانت جيت شدتني ايه اللي هيحصل؟ انت هتلاقي نفسك بتشد ناحيتي، يعني كل اكشن في ايكوال رياكشن في الاوبوزيت دايركشن، يعني انت انا دلوقتي لو عايز اشدك او انت جيت شدتني، انت وانت بتشدني هتلاقي نفسك بتقرب مني، انت عشان تشدني لازم تكون مثبت رجلك في الارض جامد عشان تمنع ان انت تقرب مني، يعني انت لو بتشد حاجه تقيله لازم تكون مثبت رجلك جامد عشان في اوبوزيت رياكشن بيحصل في الناحيه الثانيه. فنفس الفكره، انا دلوقتي مثلا عندي حاله كلاس 2 والمجزله خارجه لبره وخلعت البريمولرز عشان ارجع الانتيريورز لجوه، انا دلوقتي هرجع الانتيريورز لجوه ازاي؟ بحط الاستكس او بحط باور تشين او بحط حاجه بتخلي، هنتكلم عليها قدام ان شاء الله، بتخلي الاسنان الانتيريور سيجمنت كله يدخل لجوه. طب لو انا حطيت الالاستكس دي على الانتيريور ورجعتهم لجوه، اوتوماتيك الاساتيك هتشد البوستيريورز على بره، فساعتها انا محتاج انكورج. الانكور ده اللي هو عارفين السفن بيبقى عندها زي البتاع التقيله الحديده اللي بتنزل اللي هي بتثبت السفينه عشان الامواج ما تحركش السفينه، ده اسمه الانكور، اللي هي حاجه بتثبت. فانا الانكورج ريكويرمنتس عندي يا جماعه بيختلف في كل حاله تقويم عن الثانيه، يعني في حالات الكلاس 2 لو انا زي ما قلنا هنتكلم قدام ان انا اوقات عايز اخلع المساحه بتاعت الخلع بتاعت البريمولر اللي هو عرضه حوالي 7 مللي الواحد 8 او 8 مللي، المساحه اللي الخلع البريمولر الدهاني اكبر بكتير من المساحه اللي انا عايز ادخل بيها السنان، فساعتها انا هحط باور تشين. لو لقيت ان انا مش عايز ادخل في حسب في حالات معينه، لو لقيت ان العيان الكلاس 2 بس مش جامد قوي، ساعتها انا عايز البريمو الانتيريورز يدخلوا لجوه، ولو دخلوا لجوه مثلا 3 او 4 مللي هيتبقى عندي حوالي 2 او 3 مللي، ال 2 و 3 مللي دول انا عايز البوستيرير هم اللي يطلعوا لقدام عشان يملوا الفراغ ده تاني. يعني لو لقيت عندي الحالات التقويم اللي انا هخلع فيها وفي نفس الوقت عشان اجيب سبيس عشان ارجع الانتيرير، وفي نفس الوقت انا مش محتاج مسافه كبيره، ساعتها انا مش محتاج انكورج قوي، مش محتاج ان الحاجه اللي هشد الانتيريورز عليها تبقى قويه، اللي هم البوستيرير مش محتاج ان هم يبقوا قويه قوي، علشان انا كده كده عايز ان الورا يطلع لقدام، عايزهم يقربوا مني، انا عايز الانتيريور يرجع وعايز البوستيرير يطلع لبره. بس في حالات تانية لو انا لقيت ان الانتيريورز خارجين لبره مسافه كبيره قوي، مثلا بنتكلم في اكتر من 8 9 10 مللي، ساعتها انا محتاج معظم او كل السبيس ان انا ارجع بيها الانتيريورز لجوه تاني، يعني انا مش عايز البوستيرير يطلع لبره، انا عايز الانكورج بتاعي يبقى هاي انكورج او ابسوليوت انكورج. فساعتها يا جماعه هضطر استخدم حاجات خارجيه زي الميني سكرو او الميني امبلانت، باخد الانكورج بتاعي من العظم، بحط زي مسمار جوه العظم، والمسمار ده هو اللي بشد عليه الانتيريورز عشان امنع لو انا شديت على البوستيريورز هيتحركوا لقدام. فدي اهميه التريتمنت بلان يا جماعه في التقويم، ان كل حاله بتبقى مختلفه عن الثانيه، يعني انت في حالات انت محتاج انك تحط مجرد ما تخلع وتحط الاستكس بين الانتيريور والبوستيريور انت كده تمام، في حالات بتبقى انت محتاج كل السبيس للانتيريور، فلو انت شديت على البوستيريور زي ما بتعمل في الحالات العاديه، ساعتها هتلاقي البوستيريور طلع لقدام والمساحه خلصت وانت لسه ما رجعتش الانتيريور زي ما انت عايز. فساعتها انا محتاج حاجه اسمها ابسوليوت انكورج، ان انا احط ميني سكرو واشد عليه الاسنان الانتيريور، او ان انا اثبت البوستيريور في ميني سكرو. في طريقه ثانيه ان انا اثبت البوستيريور في الميني سكرو واشد الانتيريور على البوستيريور اللي ثابتين في الميني سكرو او واخدين انكورج من الميني سكرو بتاعنا، ودي كلها حاجات بتفرق معانا. الحاجات دي مش محتاجه سكيل قوي اكتر ما حضرتك تبقى عامل تريتمنت بلان، عارف انت محتاج ترجع الانتيريورز كام ملي عشان ما تجيش في الاخر تلاقي نفسك رجعت الانتيريور والبوستيريور طلع لقدام وما زلت عايز ترجع الانتيريورز ثاني عشان تحل المشكله.
الريتنشن يا جماعه خلاص اتكلمنا ان كل ما عايزين نمنع الريلابس، كل ما منعت الريلابس اكتر كل ما الحاله بقى مبسوطه اكتر، ونجاح حضرتك من الريلابس بتاعك بيعتمد على انك تبقى عامل من الاول الاسنان في بوزيشن مظبوط، عامل الاوكلوجن مظبوط، بحيث ان انت لما تفك التقويم العيان اسنانه ما ترجعش بسهوله. في حالات هيحصل لها ريلابس حتى لو بعد سنه او اتنين او تلاته تلاقي العيان جاي لك بريلابس. ايوه العيان بيتحمل ذنب ان هو ما لبسش ريتينر، بس ممكن عيان تلاقيه مظلوم بيلبس ريتينر بس اول مثلا لو نام وصحي لقى الريتينر بيتلبس بصعوبه وبيعمل له الم، ساعتها الريلابس عالي، ساعتها انت حاطط السنان في مكان مش مظبوط. فلازم تعرف الخطه العلاجيه انك تحط الاسنان في مكان الريتينشن بتاعه يكون سهل، مكان الاوكلوجن فيه يكون مظبوط، السنتركليشن مظبوط مع السنتريك اوكلوجن. واللي مش فاهم الفرق من السنتركليشن سنتريك اوكلوجن يتفرج على فيديوهات الاوكلوجن، فدي يا جماعه حاجه مهمه هنتكلم عليها قدام ان شاء الله. طيب يا جماعه هنتكلم دلوقتي على اهم نقطه في الشابتر ده، هو السبيس اناليسيس بتاع التقويم بتاعي. اهم حاجه في الشابتر ده واهم حاجه في التقويم واصعب حاجه عندي في تقويم الاسنان في تريبت بلان انت انك تجيب مسافه. في عندك حالات هتلاقي العيان جاي لك بسبيس، دي نوعا ما بتبقى اسهل ان انت عندك سبيس، مجرد ما تقفل الفراغ العيان مشكلته اتحلت. بس معظم الحالات او الصعوبه بتبدا من انت يا اما عندك كراودنج او عندك اسنان خارجه لبره وانت عايز تدخلها لجوه وانت ما عندكش مساحه، عندك نقص، عندك ديفيشنسي او عندك ديفو في مساحه الاسنان او العرض او الميزيوستال ويدث بتاع الاسنان، وفي نفس الوقت عندك الحجم الفك اصغر من العرض بتاع الاسنان او من المسافه اللي انت عايز ترجع فيها الاسنان مش عارف ترجعها ازاي. فيجي من هنا عندنا يا جماعه موضوع السبيس اناليسيس، اكبر مشاكل بتواجه دكاتره التقويم اللي هو في دكاتره اي حاله هتيجي عنده كراودنج او اي حاله عنده عايز يرجع الاسنان لورا اخلع البريمولرز. وزي ما اتكلمنا فوق انخلع البريمولرز ده ممكن يبقى حلو في حالات وفي حالات تانية كتير يبقى مدمر ويعمل مشاكل للعيان. عشان كده يا جماعه لازم التقويم عباره عن تريتمنت بلان، تحلل المسافه وفي نفس الوقت تبص هل الخلع، انا دلوقتي لقيت المسافه محتاج مسافه كبيره شويه عشان مش هتقدر تيجي، هنتكلم على الطرق يعني غير بالخلع. فلو انا خلعت انا هبقى بوظت وش العيان، من هنا بتيجي صعوبه التقويم ان انت ممكن تصلح حاجه وتبوظ حاجه تانية. فعشان كده يا جماعه السبيس اناليسيس ده اهم حاجه في الشابتر ده، هو السبيس اناليسيس بتاعت حضرتك انك تبدا تحلل وتشوف هل انا والله محتاج، هنعرف الطرق اللي انا بقدر اجيب بيها سبيس، ايه الحالات اللي انا، تعال الاول نتكلم على الحاجات اللي محتاجه سبيس. كراودنج، عندي سنان زحمه، قلت فتح يا ورده اقفلي يا ورده، السنان ضيقه عندي، ممكن اجيب سبيس ان انا اوسع. هتقولي طب يا دكتور كل الحالات مش لازم اخلع، وسع الارك، اقول لك في حالات توسيع الارك ده في الحالات الكراودنج خفيف، بس حالات الكراودنج قوي التوسيع لوحده عمره ما هيجيب لك نتيجه، ما هو التوسيع ليه كلمه في التوسيع. طيب يبقى انا الحالات اللي محتاج اجيب فيها سبيس امتى؟ اللي هي الحالات اللي بيواجهني مشاكل في السبيس ان انا يكون عندي كراودنج. طيب تاني حاجه ان انا عندي انتروبوستيريور تشينج، ان انا عندي الاسنان مثلا الابر انتيريور اشهر حاجه كلاس 2 خارجه لبره قوي وعايز ارجعها لجوه، انا كده محتاج سبيس، هرجع فين؟ يبقى الحالات اللي احنا بنحتاج فيها مسافه كراودنج، عندي الـ محتاج ان انا ارجع الكلاس 2 ارجع لورا، ليفلنج اوف كلوزال كيرف، هتلاقي في عندك حاجه اسمها كيرف اوف سبي، في ناس عندها اكزاجيريتد كيرف اوف سبي، بتلاقي عندها ديب بايت نتيجه انه اللور انتيريورز طالعين لفوق شويه، او ممكن تبقى في الابر يعني في الابر او اللور عندك اكزاجيريتد كيرف اوف سبي، ساعتها محتاج تقلله عشان انك تنزل اللور انتيريورز لقدام وتخلي المولرز يلفوا لتحت شويه، ساعتها انت محتاج سبيس برضو. ما هو انت عشان بدل ما يبقوا السنان قاعده في دايره المقوسه جامد، انت بتقلل التقويصه بتاع الدايره دي، كانك هتوسع، كانك جايب عصايه وتانيها مقشه او بلاستيك قلم رصاص وتانيه وجيت فردته، لما تفرده هيحتاج مساحه اكبر في الفك، فدي حاجه بتخليك محتاج سبيس. ارش كونتراكشن، محتاج ان السنان الفك ضيق شويه، السنان مرصوصه في مكان ضيق، فانت عشان توسع الاسنان محتاج سبيس. طيب محتاج عندك كوركشن اوف انسايزر انجليشن، عندك ميزيو ديستال تيب، عندنا حاجه اسمها انكلينيشن، اتكلمنا بقى على الانكلينيشن واتكلمنا على الانجليشن. الانكلينيشن التورك اللي هو الباكورينج والانكلينيشن، لو انت عندك السنان مايله لبره وانت عايز تدخلها لجوه لينجوال انكلينيشن تعمل لها تورك او انك تلعب في التورك بتاعها، ساعتها انت محتاج سبيس. لو حاله كلاس 2 ديفيجن 1 السنان التورك بتاعها عالي مايله لبره جامد، ساعتها انت محتاج تميلها لجوه، هتجيب مسافه منين تميلها لجوه؟ فده انا محتاج، ده ايه الفرق بين دي وبين اللي فوق؟ اللي فوق ان السنان بودي لي
يعني الفرق بين الانترو والبوستيريور تشينج ده ان السنان كلها بادلي بره الفك، محتاج تدخلها كلها بنفس الزاويه اللي تحت دي الانكلينيشن او التورك، ان السنان في وضعها في الفك مظبوط، يعني الفك يعني هي الحاله مكان السنان في الفك مظبوط، بس محتاجه تلف، محتاج تعمل لها روتيشن، محتاج تلعب في التورك بتاعها باكو لينجوال، تلعب في الانكلينيشن بتاعها. طيب اللي فوقيها اللي هي الانجليشن دي الميزي تيستال تيب، السنه مايله ميزي، هل هي ستريت؟ احنا عارفين الابر انسايدرز بتاعنا بيبقوا ستريت، اللاترال بيبقوا مايلين شويه. الحاجات دي يا جماعه دي اوتوماتيك المفروض بتتظبط بيه البراكتس بتاعتك بسيستم، وهنتكلم قدام ان شاء الله، بس انت عشان تظبطها او البراكت يقدر يظبط الكلام ده انت محتاج سبيس. لو انت عندك مايله لبره وعايز تميلها لجوه الانكلينيشن بتاعك او التورك عايز تلعب فيه محتاج سبيس. لو انت عندك السنان مايله ديستال جامد قوي وعايز تميلها ديستال او كده، انت محتاج سبيس، اللي هو لو عندك كراودنج يعني. فدي كلها حاجات يا جماعه بتستدعيني ان بتخليني اقول لك ان انت في حالات كتيره بتكون محتاج فيها سبيس، عشان كده دي يعني دي اكتر الحاجات اللي انت بتكون بتلاقيها انت محتاج سبيس. وهنتكلم الطرق بقى اللي انا اعرف، ما هو انت دلوقتي بقيت محتاج سبيس، لازم بقى نتكلم على طريقه، وطريقه سهله جدا مش عايزين نقرا فيها كلام كتير، ان احنا نقدر نعرف انا محتاج سبيس قد ايه. تعالى مثلا نبص اشهر واكتر حالات هتجيلك في العياده هي حالات الكراودنج. انا دلوقتي حاله زي دي جت لي العياده اهو، عايز اعرف انا محتاج سبيس قد ايه، بجيب مسطره وبقيس العرض بتاع الانسايزرز بتاعتي اللي فيها اللي فيه كراودنج. يعني مثلا هنا جاب مسطره عاديه خالص، قاس العرض بتاع اللور لاترال ده هو فيه كراودنج داخل لجوه، عايز اخليه بالليفل مع كل السنان، خلاص عايزه يبقى الايند مع كل السنان في نفس الدايره. انا قست العرض بتاع اللاترال انسايزر ده لقيته 6 مللي، هقوم قايس المسافه المتوفره. هتلاقي في مسافه فعليه متوفره اللي هي ما بين السنترال، ما بين الديستال بتاع السنترال وما بين الميزيال بتاع الكراين، لقيتها 4 مللي. طب كده معناه ايه؟ معناه ان هو 6 ومحتاج يدخل في مكان فيه 4، يبقى كده الكراودنج بتاع اللاترال انسايزر ده لوحده يعتبر 2 مللي تاني. يبقى انت عندك هنا اهو الموضوع سهل قوي، قسته لقيته 6، لقيت المسافه اللي متوفره ليه اللي هو عايز يدخل فيها 4، يبقى انت كده محتاج تجيب سبيس لللاترال انسايزر ده 2 مللي بس. تبدا تبص هل عندك اسنان ثانيه فيها كراودنج، هتقول لي يا دكتور ما هو الكراين وممكن السنترال، هقول لك ما هو كده كده انت عملت حسابك ان الميزيال بتاع السنترال والاسف الديستال بتاع السنترال والميزيال بتوع الكراين هم مشاركين مع اللاترال في المسافه دي، مش هتحسبهم. هتيجي تبص على السنترال ده بس من ناحيه الميزيال، هتلاقي الميزيال بتاع السنترال ده اوفرلاب اللاترال، اسف اوفرلابنج السنترال الثاني بحوالي ملي، هتلاقيهم مش عاملين كونتاكت حلو. هتلاقي الميزيال ده داخل على الميزيال بتاع السنترال الثاني، فانت كده عارف انك محتاج ملي زياده، يبقى كده 2 ملي لللاترال، ملي للسنترال ده، يبقى انت كده 3 ملي محتاجهم. يبقى انا كده الحاله دي عندي كراودنج فيها. تعال نبص ثاني اهو، تعال نبص الصوره دي تبقى اوضح. احنا كده اتفقنا ان اللاترال محتاج 2 ملي عن طريق الحسبه اللي حسبناها، لقينا انه السنترال ده داخل لجوه ميزيال سن، داخل لجوه لينجوال شويه عن السنترال التاني، فانا كده عارف ان انا محتاج ملي عشان افك الحته دي محتاج حوالي ملي. هبص هنا هلاقي في هنا اللاترال بتاع الناحيه التانيه برضو نفس الكلام، هقيس عرضه وهقيس المسافه ما بين اللاترال وما بين الكراين التاني، يبقى انا هنا عرفت ان انا عندي 2 ملي لللاترال ده، محتاج ملي للسنترال ده، ومحتاج حوالي 2، لسه لما تحسب برضو اللاترال التاني هتحتاج حوالي 2 او 3 ملي. كده انت بقى عندك كراودنج، وتجمع كل الكراودنجات اللي عندك، انت عرفت ان هنا انك محتاج 2، هنا انت محتاج ملي، هنا انت مثلا محتاج فرضا محتاج 2 بس. طبعا من الصوره دي مش نقدر نقيس لان الصوره معموله بزاويه ان هي اقيس بيها اللاترال ده بس. انت كده بقى عارف انك محتاج حوالي كراودنج حوالي 5 او 6 تقريبا، 5 او 6 ملي 5 ملي سبيس محتاجهم. هنا بيتكلم معاك نقطة مهمة قوي بقى يا جماعة، بيقول لحضرتك ان انت عندك كل ملي، انت احنا الطبيعي عندنا الاوفرجيت بين الابر واللور انتيريور 2 ملي، يعني الابر انتيريور طبيعي تلاقيه سابق الانسايزر ايدج بتاع اللور انسايزر ايدج بحوالي 2 ملي، مش لامسين بعض، يعني مش ايدج تو ايدج، لازم الابر يكون سابق اللور ب 2 ملي. طب افرض العيان جاي لك عنده الابر خارجين، بيديك هنا مثال الابر عند خارج الاوفرجيت عندك 6 مللي. طيب اوفرجيت 6 مللي ده معناه ان انا محتاج ارجع قد ايه؟ انت 6 مللي انت عارف ان الطبيعي 2 مللي، يعني انا كان انت محتاج ترجع 4 مللي. طب انا ال 4 مللي دول هل كده مع ان انا ارجع الابر انتيريور لجوه، هل كده معناه ان انا محتاج 4 مللي في الارش؟ لا، الكراودنج غير ان انا اعمل ريتراكشن او ان انا ارجع الابر انتيريور لجوه. كل ملي انك ترجع ابر انتيريور لجوه انت محتاج قصاده 2 ملي سبيس تاني، يعني انت عشان تقلل اوفرجيت 1 ملي انت حضرتك محتاج 2 ملي سبيس عشان ترجع
الانتيريورز ببساطه، لان انت عندك الناحيتين، انت لما بترجع الابر انتيريور انت عندك رايت وليفت، فعشان ترجع ملي واحد الرايت وليفت انت محتاج 2 ملي سبيس في الارك. يعني انت الحاله دي لو العيان عنده اوفر جيت 6، لو انت بصيت في السفالومتري او بصيت في بق العيان لقيت ان هو الابر سابق اللور بحوالي 6 ملي، انت عارف ان الطبيعي يبقى سابقه ب 2 ملي، فانت كده محتاج ترجع الابر انتيريور ب 4 ملي. هل كده معناه انك محتاج سبيس في الابر ارش 4 ملي بس؟ لا، انت محتاج اضرب ال 4 في 2، 4 في 2 بيساوي 8، لان انت محتاج 8 ملي، لان كل ملي رجوع للابر انتيريور الرايت وليفت انت محتاج قصاده ملي رايت، ومحتاج قصاده ملي ليفت ملي ليفت. الموضوع بديهي ومنطقي، فانت كده محتاج عشان توصل الوضع للنورمال محتاج 8 ملي سبيس. بس انت بقيت فاهم دلوقتي ان حالات الكراودنج كل ملي بيتحسب ازاي، وهنتكلم الطرق اللي بجيب بيها السبيس. طيب اتكلمنا، يبقى اول حاجه اتكلمنا في كراودنج، ثاني حاجه اتكلمنا في الانتروبوستيريور تشينج، ثاني حاجه بنتكلم ان انا اعمل فلاتنج للبلين. اهو بيقول حضرتك بالجدول البسيط ده كان عندك عصايه، انت عايز الاوكلوزال بلين بتاعك يبقى زي العصايه دي، زي العمود ده، مش نازل. احنا عندنا كيرف سبي، بس هنا كيرف سبي قوي شويه، لازم كيرف سبي يبقى شبه فلات، يعني الاسنان اللي ورا طالعه حاجه بسيطه لفوق، بس مش الانتيريور مش طالعين قوي كده، فانت عايز تعمل فلاتنج للسبي للكيرف سبي. فانا هنا بيقولك الجدول البسيط ده لو انت عندك الكيرف سبي بتاعك 3 ملي، لو انت رسمت خط بتحسب ازاي الكلام ده، لو رسمت خط من اكتر سنه فوق للكاسب تيب بتاع الفيرست مولر، ديستال كاسب تيب بتاع الفيرست مولر، وحسبت المسافه عند البريمولر كاسب، يعني انت ارسم خط من الكاسب تيب بتاع الديستال بتاع السكس ديستال ديستوباك الكاسب، وارسم خط، يعني تصور صوره وارسم خط من هنا على الصوره وارسم لحد السنترال انسايزر، اكتر سنترال انسايزر طالع لفوق، ارسم الخط ده، قيس يعني من الخط اللي انت رسمته ده ارسم خط تاني لحد البريمولرز، اي بريمولر في الاثنين مش هتفرق، يعني هتقول لي انهي واحد، اقول لك مش هتفرق، انت عايز حاجه تقريبيا الاثنين غالبا هتلاقيهم في نفس المسافه، هيطلع لك رقم استو. الرقم ده هتبص على الجدول، الرقم اللي طلع لك من الخط الاحمر للبريمولر زي ما قلنا اي بريمولر هيطلع لك 2 ملي، هيطلع لك 3 ملي، ما هو انت كل ما الكيرف كان اكبر كل ما المسافه بين الخط ده للبريمولرز فكر فيها هتبقى اكبر، فكل ما المسافه كانت اكبر كل ما الكيرف كان اكبر كل ما هحتاج مسافه اكبر عشان افرد الكيرف اوف سبي او اعمل فلاتنج للكيرف اوف سبي بتاعي. هنا بيقول لك لو لقيت المسافه من الخط الاحمر للبريمولر 3 ملي او اقل ساعتها انت محتاج يا دوب ملي، عشان يعني انت لو فردت السنان وعدلتها يا دوب محتاج ملي، حاجه بسيطه لا تذكر. لو لقيته 4 ملي ملي ونص، لو لقيته 5 ملي معناه انك محتاج 2 ملي. هتقول يا دكتور طب ما هو ملي و2 ملي دي حاجه بسيطه، هقول لك عندك حق، بس انت مفيش يعني غالبا هتلاقي ما عندكش، يعني انت افرض الحاله جايه لك زي ده مثلا، اهو حاله جايه لك عنده ديب كيرف سبي ديب مع كراودنج، يعني انت بتحسب العوامل دي كلها عشان تعرف سبيس اللي محتاجه، يعني انت لو بصيت هتلاقي اللاترال ده مع الكراين عنده كراودنج حوالي الجزء اللي باين عندنا ده بس 2 ملي كراودنج، طب 2 ملي كراودنج زائد ان هو ده ككراودنج انا محتاج 2 ملي عشان افك كراودنج ده، مع الى جانب ان هو لقى ان الكيرف اوف سبي بتاعه 4 ملي اللي هي مسافه 4 ملي اللي هو محتاج بناء عليها محتاج اللي هي ال 4 ملي بين اللي هي ال 4 ملي بين الخط ده الاحمر وبين الاوكلوزال بلين بتاع البريمولر، فبناء عليه انا لما بص على الجدول ده لقى ان هو محتاج ملي ونص، يبقى ملي ونص مع ال 2 ملي بتوع كراودنج دول بتوع اللاترال والكراين، يبقى انت كده محتاج 3 ملي ونص، ده من الصوره اللي ظاهره. يبقى الموضوع انت بتحسب المسافه، انت محتاج مسافه قد ايه انك تفك كراودنج، محتاج مسافه قد ايه انك ترجع السنان لو اوبر ترجعها لورا، محتاج مسافه قد ايه انك تعمل فلاتنج للكيرف سبي. فهتبص تلاقي نفسك يا جماعه عمال بتجمع ملي ملي هنا 2 ملي للكراودنج. وعلى فكره ممكن لو بصينا على الكاست من الناحيه الثانيه، وهنا مش حاطط لك صوره الناحيه الثانيه عشان يشرح لك هو بيعمل الكيرف سبي ازاي، بس انت لو الكاست ده مثلا حاله اهو انت الفلات عشان تعمل فلاتنج للحاله دي محتاج ملي ونص من الجدول اللي شفناه وعرفنا ازاي بنقيس، محتاج 2 ملي للكراودنج، ممكن الناحيه الثانيه يطلع عنده كراودنج محتاج. فالموضوع يا جماعه انت بتدرس الحاله كلها من على الكاست مش بس في بق العيان، عشان كده عرفت اهميه البرايمري امبريشن وانك تعمل ستادي مودلز وتبص عليها عشان تقدر تقيس بمسطره بره بق العيان. الصور برضو في ناس بتقيس من على الصور، بس طبعا الموضوع مش سهل زي لان انت محتاج تتصور بماجنيفيكيشن معين وكده. الحاجه الوحيده اللي اقدر اقيس منها بدقه هي الكاستات بره بق العيان، واقدر اعمل تريتمنت بلان منها، او الناس اللي هي اللي شغاله بالايثكس قوي بتعمل كاستات ديجيتال، بيصور العيان كاست ديجيتال على الكمبيوتر. ما هو برضه هتقول لي يا دكتور ازاي اشيل كاستات، ما هو انت المفروض الكاستات دي تتشال معاك كريكورد. هتقول لي دكتور تخويم شغال الاف الحالات هشيل كاستات ازاي، هقول لك دلوقتي بقى يا اما الكاستات القديمه بقى نعمل لها سكان وتتخزن على الكمبيوتر ونعمل لها 3 دي برينتنج لو احتاجناها في المستقبل كريكورد، يا اما خلاص دلوقتي دكاتره التخويم كلهم في امريكا عندهم ديجيتال سكان
كوميرس بيصور الحاله ديجيتال وبيقيس كل حاجه ديجيتال وبيخطط كل حاجه ديجيتال. بقى في تقدم جامد قوي في طب الاسنان يا جماعه. بس انت بقيت فاهم طريقه التفكير ان انا محتاج سبيس الكراودنج هنقيسه، محتاج ارجع هقيسه، كيرف اوف سبي محتاج ازاي هعرف اقيسه. طيب هنا بيتكلم مع حضرتك ازاي يا جماعه ان انت هتجيب سبيس. ان انت تجيب سبيس يا جماعه عندك حلول اهي كالاتي. يبقى احنا فوق الحاجات اللي عرفنا ان انا محتاج سبيس علشانها، الحاجات الاساسيه. طب هنا دي الحاجات، ودي على فكره انك تجيب سبيس وانك فعلا تجيبه بالتريتمنت بلان بتاعك، انت كده بقى الدكتور تقويم شاطر. يعني انت لو عرفت انت فعلا محتاج قد ايه وتخلقه ازاي، انت كده دكتور تقويم شاطر. طب انا ايه الحاجات اللي عندي في التقويم اللي بجيب بيها مسافه؟ اشهر واكتر حاجه الدكاتره بتستسهل من غير ما يبص في بانوراما، من غير ما يبص في سيرومتري، من غير ما بيقيس، من غير ما نعمل كاستات، اخلع ورجع السنان في المسافه اللي مخلوعه. مالكش دعوه بالانكورج، مالكش دعوه بالبروفايل، فدي يا جماعه اكتر حاجه بتتعمل. هل هي المفروض تتعمل ولا لا؟ انا مش بقول لك هي حلوه ولا وحشه، بس بقول لك بتختلف من كل حاله للتانيه. هنتكلم عنها الديستال. هخلع اي سنه هنتكلم عنها. الديستال موفمنت اوف مولر، ان انا اعمل حاجه اسمها ديستاليزيشن، دي حاجه حلوه بس حاجه بتاخد مجهود منك جامد قوي وبتاخد وقت جامد قوي، حوالي سنه ونص سنتين، انك ترجع المولرز كلهم. انت دلوقتي عايز ترجع الانتيريورز بدون ما تخلع، فانت او خلعت ورجعت الانتيريورز حاله جامده قوي وما زلت محتاج ترجع المولرز، ودي طبعا هيبقى حصل لك انكورج لوس. لو انت خلعت والانكورج لوس عندك حصل، محتاج ترجع المولرز ثاني. يعني انت افرض خلعت، ما ده بقول لك بقى في تريتمنت بلان، خلعت وانت كنت عايز المسافه كلها الانتيريورز، بس بصيت العين جاي لك الانتيريورز رجعوا بس البوستيريورز خرجوا لبره في نفس الوقت، ساعتها انت محتاج تصلح غلطتك وترجع المولرز تاني كديستاليزيشن. ساعتها هتاخد وقت اكتر بكتير، حصل لك انكولوج لوس انك ما كنتش عامل تريتمنت بلان مظبوطه، او من الاول انت لقيت العيان بتاع البروفايل بتاعه ما يسمحش بالخلع، فساعتها انا محتاج ارجع المولرز لورا، هاخد فتره طويله شويه وفي نفس الوقت ارجع الانتيريورز معاهم. طيب انتر بروكسيمال ريدكشن، انا اعمل حاجه اسمها ستريبنج، ان انا اشيل ما بين السنان، هنتكلم عنها. اكسبانشن، فتحي ورد قفلي ورد، لما الاسنان تبقى واقفه في دايره اوسع ساعتها الكراودنج هيروح. بروكلاينيشن، قلنا ان حالات بسيطه لو عندي كراودنج حاجه بسيطه وبروفايل العيان بيسمح اقدر كاني عملت فتحي ورد برده، يعني انا كاني ميلت السنان على بره حاجه خفيفه بحيث انه بدل ما هم واقفين في دايره ضيقه كاني عملت اكسبانشن. يعني الاكسبانشن ده بيبقى على الاسنان الخلفيه المولرز، وسعتهم لبره، خرجتهم بكل. البروكلاينيشن كاني خرجت الانتيريورز لبره ناحيه اللبس، فهم نفس الحاجه. الكومباينيشن بقى، لو انت حالات بقى سيفير ممكن تعمل لها اكستراكشن وديستاليزيشن، حاله محتاجه اصلا ماكسيلو فيشل، فانت بتعمل لها كاموفلاج بالطريقه دي. طبعا افرض عيان جاي لك اصلا سنانه خارجه لبره، ما الموضوع بقول لك تريتمنت بلان بقى، ان انت انا جاي سناني خارجه لبره 10 مللي وانت والعيان ما ينفعش يخلع، طب ساعتها الحل ايه؟ زي الطفل اللي شفناه فوق، ساعتها ممكن لو طفل بيمه اعمل له ارش اكسبانشن، اعمل له جروث موديفيكيشن، بس واحد كبر شويه في النمو وعدى البلوغ ساعتها هتفكر انك تعمل له ديستاليزيشن، مع ان الحاله مش هينفع تخلع فيها، هتعمل ديستاليزيشن مع ان انت تعمل اكسبانشن لورا. مع هتقولي طب ما انا ممكن اعمل بروكلاينيشن، اقول لك ما هو انت كده كده العين جاي لك عنده مشكله في البروكلاينيشن، فانت مش هتزود البلاطين. فعشان كده بقول لك يا جماعه التقويم بحر كبير، لازم تشوف حالات كتير، بس اهم حاجه تبقى فاهم وتفكر الموضوع محتاج ابداع شويه، انك تفكر باقل الخسائر من غير ما تبوظ حاجه تانية وفي نفس الوقت تصلح المشكله بتاعه العين. هنتكلم ان الخلع عندي انا ممكن ابدا اخلع بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البروجنوز. احنا فوق قلنا ان انا ممكن اخشهر سنه اخلعها هي الفورز، بس افرض انت عيان عنده الانتيريورز كلاس 2 خارجين لبره، وفي نفس الوقت جاي العيان جاي لك عنده الابر 6، يعني هو دلوقتي عنده كلاس 2 وعايز ترجع الابر انتيريورز لجوه، وانت لقيت ان الابر 6 بتوعه بادلي ديكيدد. معروف ان الابر 6 اول اسنان بتطلع وممكن يحصل فيهم تسوس، اكتر حاجه بتحصل فيها تسوس اللي هم الابر 6 واللور 6 طبعا. فانت عايز، انت دلوقتي عارف انك هتخلع البريمولر عشان ده البروفايل بتاع العيان هيبقى احسن وكل حاجه، بس بصيت لقيت انه الابر 6 بتوع العيان خلاص متكسرين وبدلي ديكيت او هيتكسروا، ولقيت الفورز بتوعك كويسين وسلام وزي الفل، ساعتها هتخلع مين؟ ساعتها هتخلع ال 6. علشان ابقى انا كده كده ربط عصفورين بحجر، لانك لو خلعت الفور هتبقى انت خلعت فور وبعد فتره هتخلع ال 6، العيان هيخلع ال 6، ساعتها انت خلعت اربع اسنان في القرش للعيان، العيان هيتاثر جامد وهيضطر يعمل امبلانت وبتاع. فانت كدكتور تقويم شاطر لازم تفكر في المصلحه في البروجنوزس بتاع الاسنان تاثر عليك في القرار. هتقولي طب يا دكتور ليه ما خلعش ال 6 او ليه دكاتره التقويم تستسهل وبتخلع الفور برده حتى لو لقى ال 6 فيه تسوس؟ هقول لك ان هو عايز يوفر وقت وعايز يوفر مجهود، هو انه لو خلع ال 6 عشان يرجع ال 5 وال 4 وال 3 وال 2 وال 1 يرجعهم مكان ال 6 هياخد وقت اطول، غير لما يخلع الفورز ويرجع من الكراين للكراين لورا الدنيا هتبقى اسهل.
فهمتني؟ فالفكره كلها يا جماعه بتعتمد برضو على الضمير، بتعتمد على على المهاره، بتعتمد على العلم، في عوامل كتير بتدخل. انا ما اقدرش احكم على نيه حد، وما اقدرش احكم على 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 مستوى حد، بس انت واجبك ان انت تخاف على عيان، وفي نفس الوقت تبقى عارف المصلحه ليه ايه. تمام، البوزيشن هو يعني هو مكان السنه فين، هل هخلع؟ طبعا في سنه عمرك ما هتخلعها، او القناين اخر سنه تفكر تخلعها هي القناين، في حالات استثنائيه ممكن تخلعها، بس القناين اخر سنه بنضطر نخلعها، غير بقى لو هو انريستورابل خالص، غير لو هو جوه الارك، جوه الفك حصل له امباكشن مش هقدر انزله خالص، هنتكلم عنها. اماونت اوف سبيس ريكوايرد وين، افرض لو كراودنج عندك في البوستيريور في المولرز ورا، وانت هتضطر تخلع، خلاص ساعتها هتخلع حاجه من المولرز. لو عندك كراودنج انتيريور ساعتها هتخلع الفور، لو انت يعني هنتكلم في الحاجات دي كلها قدام. انسايد ريليشن شيب، افرض انت لو خلعت البريمولر بوظ، يعني هو العين كان كلاس 1، وانت لو خلعت البريمولر هتخليه كلاس 2 كده ساعتها انت، او هتخليك كلاس 3، هترجع الابر انتيريور جوه. فانت لازم ده ياثر معاك انك لما تخلع تحافظ على كلاس 1 بتاعتك، لو هي كلاس 1 من الاول تحافظ عليها كلاس 1. هتقول لي هستفيد ايه يا دكتور بكلاس 1؟ هقول لك في الفونيتكس، في الكلام، في الاكل، في كل حاجه، في واهم حاجه في الاستابيليتي يا جماعه، عشان الاكلوجن يبقى ستيبل عندك، الاسنان ما ترجعش تاني. يفضل تفنش في كلاس 1 وتحافظ على الانسايزر وكراين ريليشن شيب بتاعك كلاس 1. انكورج ريكويرمنتس بالظبط، انت هدفك انك تخلع وفي نفس الوقت بسهوله تقدر تشد السنان بحركه انت دارسها. ابلاينس، انت برضو لازم تقرر هل العيان ده هيلبس ابلاينس ولا لا، لان اوقات في ابلاينس بتحتاج تاخد الانكورج بتاعتها على اسنان بوستيريور، هتاثر معايا هل هخلعها او لا، او هركبها على انهي اسنان. فافرض في ابلاينس بيتركب على بريمولرز او بيتركب على مولر، ساعتها انت مش هتخلع دول، هتخلع حاجه تانية. طيب بيشنت بروفايل اند ايمز اوف تريتمنت، دي المفروض تبقى اول حاجه بقى بيشنت بروفايل، انك ما تخلعش بناء على يعني انت، ما هو انت ما هو دي المفروض انا من وجهه نظري تبقى اول حاجه، لانه انت لو خلعت سنه وبوظت شكل الوش زي ما قلنا، هتكون صلحت السنان بس بقى شكل السنان بقى حلو، بس وش العيان بقى متدمر زي ما شفنا الحاله اللي موجوده فوق عندنا. خلاص، هنا بقى بيبدا يكلمك على سنه يفضل ما تخلعش الانسايزر سواء ابر او لور، اللي هم الواجهه بتوع السنان ما بنخلعهمش، بس في حالات الشديد القوي ان انا اخلعهم، لو هو في كيرز، لو هو انريستورابل، لو هو في بون لوس. فلو انت خلعت مثلا لور لاترال او خلعت لور سنترال او اي حاجه فيهم، الانتيريور هيبقوا كراين، هيبقوا كلاس 1 ريليشن شيب، ودي هتبقى حاجه كويسه. او عيان يا جماعه عنده مايلد كلاس 3 سكيليتال، يعني هو عنده كراودنج وفي نفس الوقت هو حاجه كلاس 3 عايز تعمل كاموفلاج، والبوستيريورز عنده كويسين، يعني البكر سيجمنتس البريمولر والمولر كويسين، ساعتها انت ممكن تضحي بلور لاترال او لور سنترال. هتقول لي يا دكتور ما هو هيبان، هقول لك لا، اللور الميد لاين مش لازم يبقى في نص الوش انتيريور. فاحنا الانسايزر بنخلعهم في ابر، يا اما لو هم هوبليس، بس طبعا ما فيش طفل او حد هيجي لك يعمل تقويم وهو عنده انسايزرز هوبليس، اللي هو ده غالبا هتلاقي محتاج زراعه وتركيب مش محتاج تقويم، طبعا في حالات نادرة، بس بنتكلم انه في الغالب اللي بتخلع اللور لاترال او اللور انسايزر بتاع حضرتك معاك. خلاص، الكراينز اخر سنه تخلعها هي الكراين ده حاجه مقدسه عندنا، اللي هو بيديني شكل الوش وبيديني كراين ايمننس، وجود الروت بتاع الكراين في الفك حاجه مهمه، عشان كده حتى لو لقينا امباكتد كراين بنستموت علشان ننزله. ما هو انت ممكن تلاقي امباكتد كراين ملوش مكان، فاقول يا عم خلاص سيب البريمولر، اخلي البريمولر شكله كانه كراين واسيبه، بس لو لقيت في امكانيه ان الكراين ينزل نزل الكراين، ما تخلعش الكراين بامباكشن او ما تعملوش اكستراكشن غير لو هو مسوس متدمر، او لو هو خلاص امباكتد ما ينفعش ينزل بتقويم. بس الكراين احسن من البريمولر عندنا، يعني وجود الكراين بالروت بتاعته يظل هو اول اوبشن عندنا. فاحنا الكراين ده حاجه مقدسه، اوعى تخلع الكراينز عند حضرتك. تمام، الفيرست بريمولر والسكند بريمولر، لو انت لقيت انك ترجع الابر انتيريورز لجوه، المسافه اللي انت محتاجها اقل بكتير او اقل من المسافه اللي انت هتجنيها من خلع البريمولر، يعني انت كده واخد مقرر انك تخلع البريمولر عشان البروفايل بتاع العيان تصلحه، وفي نفس الوقت ترجع الانتيريور لجوه. لو انت لقيت المسافه اللي انت محتاج ترجع الانتيريور لجوه الاوفرجيت مش كبير قوي، وانك لو استخدمت من مكان الخلع 3 او 4 مللي بس، ساعتها يا جماعه انت مضطر انك عشان ما تسيبش العيان بفراغ، مضطر ان انت تحرك البوستيريور لقدام قوي. هقول لك لا، بدل ما تخلع الفيرست بريمولر ساعتها اخلع السكند بريمولر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اقرب مكثفه الخلع، بدل ما اخلع الفيرست بريمولر هخلع السكند بريمولر، لما اقرب مسافه الخلع على البوستيريور
يبقى لما احط العيان ده باور تشين او احط له حاجه تقفل المسافه، الانتيريور هيرجعوا لورا بس البوستيريور هيخرجوا لبره مسافه اكبر، لان هم قربوا من مكان الخلع. تاني حالات الكلاس 2 اللي انت عايز تجيب فيها مسافه ومحتار طبيعي ان احنا بنخلع الفيرست بريمولر، بس خلع الفيرست بريمولر ده لو انت محتاج ترجع الانتيريور مسافه كبيره لجوه والبروفايل بتاع العيان كونفكس قوي او خارج لبره قوي. بس لو حضرتك لقيت ان البروفايل انك تخلع هيظبط البروفايل بس في نفس الوقت مش محتاج ترجع الابر انتيريورز جامد قوي لجوه، وفي نفس الوقت عايز تخلي البوستيريور يطلعوا لبره مسافه اكبر شويه عشان تقفل الفراغ اللي هيحصل، ساعتها بنخلع السكند بريمولر. عشان كده بيقول لك يا جماعه في المايل تو مودريت، يعني في السيفير بنخلع الفور عشان نستغل المسافه دي كلها الانتيريور، بس في الحالات المايل تو مودريت ساعتها انا ممكن اخلع السكند بريمولر عشان اتجنب ان المسافه كلها تستغل الانتيريور. انا مش عايز المسافه دي كلها. افرض انت رجعت المسافه كلها لقيت الانتيريور ابر واللور انتيريور بقوا عاملين ايدج تو ايدج، يعني الاوفرجيت اتلغى، انت عايز ترجع الانتيريور بس تحافظ على الاوفرجيت يبقى 2 مللي، فانت رجعت لحد ما وصلت ل 2 مللي اوفرجيت. طب السبيس بتاع الابر فيرست بريمولر اللي لسه متبقي عندك ده هتقفله ازاي؟ يبقى الحل ان انت من الاول تبقى مقرر ان انا مش محتاج مسافه كبيره قوي لان انا ارجع الابر انتيريور. افرض حالا انت مقرر عايز تستغل المسافه كلها للانتيريور ترجعهم كلهم المسافه لجوه، بس لقيت الفايف عندك حالته وحشه ومتدمر، ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها هتخلع الفور والفايف؟ لا، ساعتها هتخلع الفايف وهتعمل ابسوليوت انكورج للمولر، هتحط عليهم مين سكرو وهتشد الانتيريورز لجوه من دون تعمل ابسوليوت انكورج، من دون ما تخلي الورا يطلع لقدام. دي نقطة مهمة. يبقى عرفت ان التقويم مفيش حاجة صح ومفيش حاجة اسمها غلط، انت بتفكر في كل الاوبشنز اللي عندك وبتعملها. هنا بيقول لحضرتك نقطة انه اللور بريمولرز معظم السنان يا جماعة اللي هم الاطفال اللي بيخلعوا الديسيديوس ما بيعملوش سبيس مينتينر، الاهل بيستسهلوا بيخلعوا بدل ما يعملوا حشو عصب للاطفال وما يعملوش سبيس مينتينر، غالبا يا جماعة بيكون حصل ميزيال دريفتنج دي السكس، اول سنة بتطلع هي السكس، فساعتها بيحصل ميزيال دريفتنج للسكس، يجي معاه تروع البريمولر عند سن 10 او 11 سنة او 12 سنة يطلع السكند بريمولر ما يلاقيش مكان، فغالبا هتلاقيه كراودد. ساعتها انت في الحالات دي يا جماعة مش محتاج، يعني ساعتها برضو انديكيتد انك تخلع السكند بريمولر، لقيت ان الانتيريور كلاس 1 كراين ريليشن شيب ولقيت الاوكلوجن ورا حلو، ساعتها العيان ده مش محتاج تقويم قوي، او لو احتاج تقويم اخلع الفايف خلاص، ما انت اسهل لك انك تخلع الفايف يعني، فدي حاله تانية الخلع الفايف بيكون منطقي بالنسبه لنا. طيب الفيرست بيرمننت بولر عندنا هو كي اوف اوكلوجن، واكبر سنه واكتر سنه بتستحمل في البق واكتر سنه بقدر بندغ عليها خلاص، فالسنه دي ما بنخلعهاش يا جماعه غير لو هي بدلي ديكيد ومتدمره، ساعتها بخلعها بدل ما اخلع البريمولرز، انا مقرر اخلع يا اما الفور يا اما اخلع الفايف، لقيت السكس عندي متدمر ساعتها هخلع السكس، بس هفهم العيان ان احنا هنقعد وقت اطول علشان نرجع الانتيريورز كلهم لجوه، بدل ما كنت بخلع البريمولرز كانوا في النص الارش بتاعي، فان انا ارجع الانتيريورز لجوه واخرج البوستيريور لورا، انت كده رجعت مكان الخلع لورا اكتر عند السكس، فصعبت الخطه العلاجيه بتاعك، بس انت بتلجا للموضوع ده لو لقيت السكس عندك متدمر وحالته وحشه، فساعتها بدل ما تخلع 4 وتخلع 6 بتضطر انك تخلع 6 وتقعد وقت اطول مع العيان انك ترجع الانتيريور سيجمنت كلها لجوه، لان كده بقت هترجع بريمولرز بانتيريورز كلهم مع بعض. تمام تمام. السكند مولر برضو ما يحبسش ان انت تخلعه، ان هو برضو بيشارك بقوه جامد قوي في الاكل مع ال 6، بس اوقات يا جماعه بنحتاج ان احنا نعمل ديستلايزيشن وما عنديش مكان ورا، بضطر اخلع ال 7 بتاعي لو اللي هو هيخبط في الايت، انا ساعتها بقى باخد قرار هخلع السيفن والايت ولا هخلع الايت بس عشان اعمل ديستلايزيشن او اخلع السيفن، بس برضو يا جماعه في الغالب ما بنخلعش سيفن عشان نعمل تقويم يعني خلاص. تمام. في حالات بيقول لك ان انت بتخلع السيفن علشان لو انت لقيت ان الايت عندك هيطلع ويعمل امباكشن، ساعتها بتخلع السيفن علشان تدي مساحه للايت، دي حاجه مش عمليه خالص ومفيش حد يقدر يتنبأها، بيقول لك حتى الموضوع في نسبه فشل، يعني انت لو لقيت عندك ان طبعا بنعملها في حاله واحده بس، ان لقيت السيفن عندك بدلي ديكيد ولسه السيفن جوه العضل، اللي هي الشروط بتاعته كالاتي، اللي هو بيقول لك ايه، لو لقيت ان الزاويه ما بين الـ 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 الزاويه ما بين الايت وما بين السيفن من 10 ل 30 درجه، وفي نفس الوقت لقيت انه الايت لسه ما عداش مرحله البايفوركيشن، يعني لسه في نمو عند البايفوركيشن، وفي نفس الوقت لقيت
ان ال ان الكريبت او التوث جيرم بتاع الايد بتاعك لامس السيفن، ساعتها بيقول لك وانت عندك كراودنج قدامه وبتاع ومش عارف ايه، اخلع السيفن واستنى ان الايد ينزل في مكانه. بس طبعا يا جماعه الموضوع ده لو الموضوع ده مش عملي خالص ما بنعتمدش عليه. انت كده كده لو اوتوماتيك لو لقيت السيفن عندك متدمر وهوبلس، ولقيت الايد لسه في مراحل النمو والطفل جاي لك عند عمر 14 15 سنه الايد، ساعتها اخلع السيفن واستنى ان الايد يطلع في مكانه بالميزيال دريفتنج بتاعه هيطلع. بس طبعا مش هيبقى طالع مظبوط 100%، احتمال يحتاج تقويم علشان يظبط مكانه يعني. خلاص، فاحنا السيفنز برضو مش بنخلعها قوي يعني. او هنا مثلا عمل الحركه دي، بص الايد طلع مكان السيفن، بس برضو مش احسن اوكلوجن، بس هو احسن من مفيش يعني. تمام. طيب خلع، احنا دلوقتي بنتكلم على خلع كل حاجه. خلع الايتس، احنا كان في دكاتره لحد دلوقتي بتؤمن انه الايتس بما ان هي بتطلع بميزيا اللي بتبقى خبطه في السيفن بتزود لي كراودنج وبتزود لي الريلابس وبتزود لي وبتعمل لي مشاكل. في ناس تانية بتقول لك لا هي ملهاش اي تاثير. فانت لو لقيت ان لو حسيت ان الايت كده كده في مكان ورا وحجمه صغير او الاوكلوجن بتاعه مش حلو، فانت ريح دماغك واخلعه يعني. لو انت حسيت ان هو هيعمل مشاكل وبدا يسوس وبتاع وطالع معوج شويه، اخلع يا عم وريح دماغك عشان تشيل الاحتمالات. كده كده الاوكلوجن او الماستيكيشن على الايت ما بيبقاش قوي قوي يعني. فلقيته ان هو سليم وكده سيبه يعني. بس انت لو لقيته مايل ميزيا، لو عامل امباكشن هوريزونتال امباكشن او مايل ميزيا قوي، ساعتها اخلعه وتبقى في الامان يعني. هنا بيكلم حضرتك على الديستاليزيشن. في الحديد ديستاليزيشن يا جماعه حركه صعبه جدا، مش سهله. اوعى تفتكر ان هي سهله، لان طبيعه السنان بتبقى مايله ميزيال والفورس كله لقدام. انت عايز ترجع الفك كله مولر ببري مولر بانتيريور لورا، فبتحتاج ميني سكرو او بتحتاج هيد جير. زمان دلوقتي بيتعمل ميني سكرو، اخرك تجيب 2 3 مللي في كل جنب. ايه الحالات؟ طيب ايه الحالات اللي انا محتاج ارجع فيها او اعمل ديستاليزيشن؟ كلاس 1 انسايز ريليشن شيب وذ مايلد كراودنج. لقيت عندك كراودنج وفي الابر ارش بس واللور، يعني لو انت لقيت كراودنج في ارش واحد والارش الثاني ما فيهوش كراودنج، وفي نفس الوقت انت عندك كلاس 1 انسايز ريليشن شيب، انت عارف انك لو خلعت بريمولر انت هتبوظ الارك بتاعك. ساعتها انا عايز اجيب سبيس، عشان ما بوظش الانتيريور بتاعي انا مضطر ارجع البوستيريور لورا واجيب سبيس. طيب الحاله الثانيه يا جماعه بيقول لك حالات كلاس 2 ديفيجن 1، يعني انت عندك يا دوب يعني كلاس 2 خفيفه قوي قوي قوي، لو خلعت هتبقى المسافه كبيره قوي عندك وانت دمرت وش العيان. زي ما اتكلمنا ان انت محتاج ترجع الابر انتيريور حاجه بسيطه، بس مش المسافه الكبيره بتاعه انك ترجع المسافه الكبيره بتاعه الخلع بتاع البريمولر سواء 4 او 5 حتى لو خرجت المولر قدام. فانت عشان كده سهل اسهل انك ترجع الابر ارك، ترجع الابر ارك كله تعمله ديستاليزيشن حوالي 2 مللي او 3 مللي في كل جنب. انت كده رجعت صلحت الكلاس 2 ديفيجن 1، خليتها كلاس 1 بدون خلع وبدون ما تعمل مشاكل، لان انت كده الحاله ما كانتش سيفير عندك ومش محتاج تخلع يعني. وفي نفس الوقت لو الحاله بقى يعني انت لو لقيت الحاله مش مستاهله الخلع بتعمل ديستاليزيشن، او العكس لقيت الحاله سيفير قوي لدرجه ان الخلع في نفس الوقت انت خلعت مش بس 5 انت خلعت 4 عشان تبقى قريب من الانتيريور، وفي نفس الوقت رجعت كل الانتيريور لورا، وفي نفس الوقت انت محتاج ترجع ورا اكتر، ساعتها هتعمل ديستاليزيشن لكل السنان. يعني انت استغليت مساحه البريمولر الى جانب انك فضيت مساحه بوستيريور كمان رجعت فيها الانتيريور كله لورا. والحالات دي يا جماعه بتبقى سيفير قوي قوي قوي. المفروض دي محتاجه لو الطفل كان صغير جروث موديفيكيشن، او لو كبير كانت محتاجه سيرجري. بس احنا زي ما قلنا بنعمل الكلام ده كله عشان نعمل كاموفلاج، وممكن في الاخر ما توصلش للايديال كلاس 1 يعني. ممكن في الاخر تبقى الاوفرجيت ما يوصلش ل 2 مللي، انت تبقى وصلت ل 3 ولا او 4 مللي، بس انت كنت بادئ مثلا باوفرجيت 13 14 مللي، فساعتها انت وصلت الحل قريب قوي من الطبيعي بس تجنبت العمليه الجراحيه. وبيقول لك حاله ثانيه لو انت خلعت الديسيديوس مولر بدري والمولرز اتحركوا لقدام، ساعتها انت مضطر تعمل ديستاليزيشن، عندك انتيريور كلاس 1 بس مش عايز تعمل تقويم وتخلع، ساعتها انا ممكن ارجع الفك بتاعي لورا، بحط مين سكرو واحد في الجنب ده واشد الاسنان بتاعتي لورا. قلنا الطريقه الثانيه يا جماعه اللي هي الانتر بروكسيمال ريدكشن، ان انا بعمل ستريبنج، يا اما بتبقى مانيوال يا اما بتبقى حاجه ديسكات بتتمسك في الايد بعملها، يا اما بتبقى بتتركب على الكنترول لو سبيد وبدخلها بين السنان. بس يا جماعه دي يعني خلي بالك وانت بتشيل، يعني ما تشيلش غير لما الاسنان تبدا يحصل لها ابرايتنج في وسط التقويم، هنتكلم قدام ان شاء الله. في وسط التقويم تبدا تشيل، مش اول ما تجيلك الحاله تعمل الريدكشن السنان هتبقى معوجه، ولما السنان تبقى معوجه انت مش هتعرف تنزل بارلل وتشيل مظبوط، هتبدا تشيل بميلان وهتبدا تشيل انامل زياده وتشوه شكل السنان، بالذات لو اللور انتيرير هم اصلا صغيرين، وبالذات لو ابر هيبقى الشكل وحش قوي وهتبقى دمرت السنان العيان. فعشان كده يا جماعه الستريبنج ده بنعمله بحرص، بيقول لك انك تشيل من السنه نص ملي، يعني اللي هو بتشيل ربع ملي، اللي هو انت عارف شوف الملي قد ايه،
يا دوب يعني اخرك ربع ملي في، انت احسب المسطره بص كده الملي قد ايه، اخرك تشيل ربع ملي في الميزيال وربع ملي في الديستال علشان ما تشوهش الشكل وعشان ما تخشش في الدنتين او تدخل على الحته الانامل الضعيفه. كلنا عارفين الانامل اول جزء منه اللي هو اسمه جنارلد انامل، ده بيبقى اقوى حاجه، فانت بتعملها بحرص. طبعا ممكن تعملها بحاجات يدويه، واليدويه بتبقى احسن انك بتضمن الكنترول بتاعت ايدك، بس الروتري بيكون اسهل واسرع. بس للاسف لو انت ما عندكش خبره ممكن تطير جزء كبير سليم من الاسنان خلاص. بيقول لك الريدكشن ده ممكن يديلك مسافه زياده من 3 ل 6 مللي في كل ار. في دكاتره بتبقى ما بتحبش تعمل ستريبنج اللي هو شايف انه بيدمر الاسنان وكده، فبيفكر في حلول تانية زي الاكسبانشن والديستلايزيشن خلاص. فانت تبقى فاهم انه دي ده سلاح يظل موجود عندك لو حاله خلاص بقت محتار فيها، فيظل ان هو سلاح موجود عندك بتستخدمه طبعا مش بكثره بس بتضطر تستخدمه في حالات خلاص. هنا بيقول لحضرتك ان هو استخدم عمل ستريبنج شال من بين ال 6 وبين ال 5 عشان يجيب مساحه خلاص. طيب الاكسبانشن يا جماعه انك تقدر تخلق مساحه في الابر ارش بالذات لاترالي خلاص، برضو تقدر في اللور بس الحاجه خفيفه، لان الطبيعي ان المكسله يا جماعه هي الاكبر وهي بتبقى سابقه المانديبل. فبيقول لحضرتك انك تقدر توسع الابر ارش، برضو اللور ارش بيقبل ان هو يتوسع بس الابر ارش اكتر، بما ان هو المكسله بتبقى اكبر وهي المحوطه، يعني الاسنان الابر هي اللي بتبقى على دايره اكبر من اسنان اللور. انت لو وسعت اسنان اللور بدون ما توسع اسنان الابر هيبقى عندك حاجه اسمها كروس بايت والاوكلوجن مش مظبوط، بس الابر يقدر يتوسع وفي نفس الوقت اللور اوتوماتيك هيمشي هيميل معاه لبره، بس انت اللور لو وسعته بدون ما توسع الابر غالبا هيحصل لك مشكله. عشان كده بيقول لك انت لو جيت وسعت الابر، لو انت عندك حاله كلاس 2 مش عايز تخلع وعايز تجيب مسافه زياده، بيقول لك ان كل ملي بوستيريور ارش اكسبانشن، كل ما وسعت الارش ملي بيخلق لك مساحه نص ملي جوه الفك. فالاكسبانشن دي حاجه كويسه وبتتعمل كتير، لان في دكاتره كتير بتعترض على موضوع الستريبنج، فيقول لك يا عم انا اوسع الارش، اركب هايركس او اركب كواد هيليكس، اوسع الارش بتاعي اوسعه حوالي 3 4 مللي يديني 2 3 4 مللي زياده. بس خلي بالك يا جماعه ان انت لو عملت الموضوع ده بدون دراسه انت هتعمل ديهيسنس وهتعمل فينستريشن وهتعمل بريدونتال، مشاكل بريدونتال، ان انت خرجت السنان بره الروت. زي ما قلنا الموضوع لازم يبقى مدروس ولازم يبقى كويس. واتكلمنا هنا بيكلمك ان اللور ارش ما ينفعش تعمل لور ارش بدون ما توسع الابر ارش، الى جانب انه كلمك في موضوع الاستابيليتي، ان انت انه مش الموضوع مش هيبقى ستيبل، لان احنا اتكلمنا اللور ارك اللي زي ما لو فاكر المدرسه بتاعه الاستابيليتي بتخلينا نحافظ على اللور في مكانهم، لان لو انت توسعتهم التشيك واللبس هيبداوا يدخلوهم لجوه، لان اللور بيكونوا خابطين في اللبس والتشيك اكتر من الابر. عشان كده ما يحبش ان احنا نوسع في اللور، عايز توسع في الابر حاجه خفيفه عشان تجيب سبيس عندك. اخر حاجه بيقول لك انك تقدر تميل لو انت محتاج مسافه، عيان مش كلاس 2، عيان عنده مثلا كلاس 2 بس ديب بايت، عنده كلاس 2 بس ديب بايت، او عنده سنان لينجوال انكلايند، تقدر تميلهم لبره، تعمل لهم بروكلاينيشن وتقدر تجيب مسافه زياده. كل ما ميلت العكس بقى، كل ما هتميلهم لبره ملي كل ما هيديلك مسافه في الارش. زي ما قلنا كل ما ارجع، احنا لو تفتكر قلنا كل ملي عايز ارجع، لو قلنا قبل كده كل لو في حضرتك كلاس 2 كل ملي عايز ارجع السنان لورا انا محتاج 2 ملي، هنا نفس الكلام كل ملي هخرجه لبره عشان اجيب عشان ادي سبيس، يبقى هيبقى هيطلع لي 2 ملي في الارش اللي احنا المعلومه كنا قلناها قبل كده خلاص. طيب تعالى يا جماعه نبدا نحلل الحاله دي علشان نشوف احنا استوعبنا الشابتر ولا لا، ونبدا نفكر مع بعض كده كدكاتره التقويم، ونبدا نفهم الحاله في التريتمنت بلان بتاعتنا الحاله دي. طبعا الريكوردز اللي هو المفروض الدكتور مصورها دي مش احسن ريكوردز، لان المفروض يبقى العيان وشه معدول، هنتكلم ان شاء الله في طرق التصوير والحاجات دي قدام. لازم العيان يبقى وشه ابرايت باصص في الكاميرا، يعني مصوره من الجنب 90 درجه، مصوره في 45 ديجري 45 درجه، لازم يبقى العيان وشه معدول مش مايل، يعني دي الصور تحس ان هي متصوره في فرح ولا شوف متصوره فين معرفش بتاعت البيشنت. فدي مش احسن صور اقدر ادرس بيها، لان العيانه مايله وشها، يعني انا مش شايف الصور مظبوطه قوي، يعني مش عارف هو ليه حاطط الصوره دي في الكتاب، بس ايا كان ممكن دي الحاله الوحيده اللي وافقت او الحاله الوحيده اللي كان بتنطبق عليها المعلومات بتاع الشابتر ده. بس انا مش فاهم ايه السبب ان هو يحط الريكوردز بالصوره دي، لان الريكوردز دي مش بروفيشنال قوي يعني خلاص. طيب هو تعالى نبدا نفهم مع بعض باثولوجيكال، زي ما خلصنا نتكلم بقى باثولوجيكال بروبلمز، هل عندها تسوس؟ ما عندهاش. قال لك باثولوجيكال بروبلمز نون. طيب ديفلوبمنتال بروبلمز بقى بتاعتنا ايه بقى؟ وشوف اول حاجه بيشنتس كونسير جايه بتقول هي عندها الابر انتيريور انسايزرز بروبلم، حاسه الاسنان اللي فوق خارج، ولازم بيشنتس اون ووردز لازم تكتب هي قالت ايه، حاسه ان هم
خارجين لبره بروميننت بارزين، وفي نفس الوقت في فراغ، في عندها دايستما، هي هدفها ان هي تعمل تقويم علشان تصلح المشكله دي. طب لو بصينا في اسنانها يا جماعه، هل دي المشاكل الوحيده اللي موجوده؟ لا، انت عندك مش بس الابر، المسافه الابر انتيرير وكده، لا لو بصيت هتلاقي في كراودنج تحت. يعني انت بص تحت معايا في الصوره اهو، هي عندها كراودنج في اللور اهو، بس هي ما اشتكتش منه. فانت ما تجيش تبدا لي تقويم، في دكاتره بتبدا تحب يركب التقويم في اللور، يستنى عليه شويه بعد كده يركب الابر او. فانت اهم حاجه في الخطه العلاجيه بتاعتك انك تبدا في اسرع وقت تعالج لها مشكلتها. فانت بقيت فاهم ان هي اولويتها عندها، انت لو بصيت المولرز عندها هي الحاله سهله قوي، ان هي مشكلتها انتيريور بس، ورا المولرز يعتبروا كلاس 1 ريليشن شيب خلاص. مشكلتك انتيريور بس، عندك بروكلاينيشن قدام وعندك كراودنج تحت. خلاص انت دلوقتي عايز تعمل الاينمنت، خلاص اتكلمنا ان احنا بنقيس الكراودنج ازاي. هتبدا تجيب مسطره تقيس العرض بتاع ده والعرض بتاع ده. لو قيسنا مثلا، تعالى بالنظر كده، اللاترال ده محتاج مثلا 2 مللي ناحيه الكناين في الديستال بتاعه، ومحتاج حوالي مللي في الميزي، يبقى كده محتاج 3 مللي. عندي اللاترال الثاني محتاج برده حوالي 3 مللي، يبقى انت اللور عندك كراودنج حوالي 6 مللي. انت محتاج تخلق مساحه 6 مللي خلاص في اللور ارش بتاع حضرتك. يبقى انت كده هتكتب، تعال نشوف هو ماشي معاه ازاي. هو بقى خلاص بدا يحلل بيشنت كونسير فيشل سمايل استيتكس. هو الدكتور بقى شايف دي حاجات الدكتور شايفها، ان شايف ان اللبس بتاعتها مايله الخارجه لبره، فيرتيكال شو انسايزرز، السمايل بتاعتها اكسبتبل. احنا عارفين اتكلمنا في الشباتر اللي فاتت، المفروض لما تيجي تضحك الانسايزرز كلهم الابر انتيريورز هم اللي يبانوا، جزء خفيف من اللثه ممكن يبان خلاص. بيقول لك لو ماما بص عليها من الجنب لقى ان الفك راجع لورا. تعال نبص في الصور، لو بصيت عليها من الجنب ايوه فعلا هتحس انه، يعني انت لو حطيت ايدك على المندبل هتحس ان شكل وشها من فوق حلو، بس لو قارنته بالمندبل هتحس ان المندبل داخل لجوه حاجه بسيطه، وده اللي عمل لك كراودنج. يعني هو هنا عايز يقول لك انه من قبل ما يشوف السيمفلومتري، من اول ما العيان دخل عنده العياده وبص عليها من الجنب، هو لقى ان هي تقريبا نقدر نقول عليها ريتروجراثيك مندبل، يعني المندبل بالنسبه لوشها داخل لجوه. فدي تعتبر كلاس 2، بس سببه مش ان المجزله الخارجه لبره، ممكن تبقى المجزله خارجه لبره وفي نفس الوقت المندبل هو اللي داخل لجوه. فده اللي هنقدر يبينه لنا يا جماعه وياكده لنا هو السفالومتري بتاعتنا. بس من الصوره باين ان الوش النص اللي فوق من الوش اللي فوق لحد الابر ليب معقول، بس المندبل تحس ان هو داخل لجوه شويه بالنسبه للحته اللي فوق. فساعتها نقدر نقول ان هو ريتروجناثيك، وهي ما شاء الله عليها جميله، نقدر نقول عليه ان هو ريتروجناثيك مندبل عندنا خلاص. طيب الالاينمنت سيمتري اللور ارش هاز 5 مللي كراوندنج. انا بصراحه شايفه 6، يعني دي الموضوع نسبي مش هنقدر نعمل غير بالورقه والقلم. انا شايفه 6، انا شايف انه ده ملي في ناحية الميزيال واثنين في الديستال، وفي نفس الوقت هنا نفس الكلام، اثنين ديستال واحد ميزيال، هنا اثنين ديستال واحد ميزيال. انا شايف ان كراودنج هنا 6 ملي، واي دكتور تقويم يقدر يراجع معايا. انا شايف كراودنج 6 ملي، هو الدكتور شايف ان هو 5. برضو ما ننساش ان هنا بص في كراودنج خفيف هنا برضو عند البريمولر، يعني هي مياله لل 6 ملي اكتر، بس مش هتفرق معاك الموضوع، مش يعني الملي مش هيفرق معاك، انت بتبقى عارف تقريبا هي 5 ملي كراودنج. واللور ليبيال سيجمنت نورمال انكلايند، دي نقطه مهمه، نورمال انكلاينيشن. من الاخر بيقول لك ما تلعبش في اللور انتيريور عشان ما ياثرش على الريتنشن بتاعك. ما تجيش تقول لي انا خلاص هعمل بروكلاينيشن للور انتيريور عشان اقلل الاوفرجيت، وعشان اعمل كاموفلاج علشان اقلل الاوفرجيت بتاعي واخلي المندبل يخرج لبره والاسنان تبقى خارجه لبره اصلح المشكله. لا، انت كده قلنا اللور انتيريور نحاول ما نلعبش فيهم من قبل العلاج خلاص تمام. وبيقول لك الابر سيمتريكال، ما في سيمتريا، يعني ما فيش حاجه مش متناسقه، وفي سبيسنج الدايستما اوفر رول شوت 2 مللي اوف سبيسنج، تمل اند اوفر رول شوت 2 مللي اوف سبيسنج، 3 مللي دايستما اند 1 مللي كراودنج اوف ذا ابر ليفت لاترال. بيقول لك بص معايا، عنده فراغ 2 مللي، حسبها ازاي؟ حسب اللي ليه وحسب اللي عليه. لان هو لا لما قاس من على القص، لما قاس من على القص لان عنده كراودنج 1 مللي هنا، لان الكراودنج ده وده فعلا 1 مللي. لو بصيت الديستال بتاع اللاترال العادي كويس، الميزيال محتاج 1 مللي سبيس زياده زي ما حسبناها فوق في الطريقه اللي بنحسب بيها. لقيت انا هنا محتاج مللي، بس في نفس الوقت انا عندي دايستما 3 مللي، يبقى الاجمالي انا عندي سبيس زياده ولا ناقص؟ لا، انا عايز مللي وعندي 3 مللي، يبقى الاجمالي انا عايز او مش عايز ده انا متبقي عندي مساحه 2 مللي زياده. حلو قوي الكلام ده، اقدر ال 2 مللي دول استغلهم ان انا يساعدوني ان انا ارجع الابر انتيريور لجوه، اقلل البروكلاينيشن بتاعي شويه
فدي نقطه مهمه. عشان كده يا جماعه شوف حالتنا اخويا بتختلف، يعني دي جايه لك بروكلاينيشن ودايستما، فالدايستما دي بقت حاجه ايجابيه ان هي تساعدك انك تقلل السبيس بتاع وترجع السنان لجوه، يعني انت مش محتاج سبيس زياده خلاص. تعال نبدا نبص على السكيليتال والدنتال. ما فيش اسيمتريه، الدنيا كويسه، الميد لاين مظبوط، بس بيقول لك اللور ميد لاين لليفت 1 مللي، الابر اهم حاجه يا جماعه اللور ميد لاين مش مهم، اهم حاجه عندي الابر ميد لاين مظبوط خلاص. والسكيليتال والدنتال بروبلمز عندنا المندب بتاعي حاجه بسيطه، حاجه لا تذكر بس كليك اكسبتبل. ده يا جماعه بيجيبه من الصور الكلينيكال، لما بصينا عليها برضو من الجنب لقينا ان هو ريتروجريد. كل ده ما بصيناش، كل ده يا جماعه احنا بنبص على الكاستات او بنبص على الشكل العيان، بنعمل بروبلم ليست زي ما اتكلمنا في الشابتر فوق خلاص. لقينا ان الاوفرجيت انكريز، لقينا بقى المشكله عندنا الانتروبوستيريو، دي المشكله الكبيره اللي هي جايه علشانها ان الاوفرجيت 8 مللي. احنا عارفين ان الاوفرجيت الطبيعي 2 مللي، معناه ان هي الابر طالع اللي بره زياده 6 مللي، يبقى انا كده محتاج 12 مللي سبيس في الابر. لقى ان اتكلمنا بقى الهاف يونت كلاس 1 وكلاس 2 اتكلمنا عليه في الشباتر اللي قبل كده عشان نضيع وقت. ايمز اوف تريتمنت، هدفي ايه؟ ان انا اعمل الكونسير ان انا اقفل الدايستما وارجع السنان لورا. احنا كده كده اتاكدنا فعلا الابر هم اللي خارجين لبره. واتكلمنا يا جماعه قلنا طالما ان ادلت بيشنت نموه وقف وفي نفس الوقت اللور في واخدين مكان، احاول ما العبش في مكانهم. يعني انا وانا بفكر للحاله دي انا هدفي ارجع الابر 6 مللي، هيك كده الابر خارجين لبره، هدف ان انا ارجعهم 6 مللي. هتقول لي ما هو المندبل داخل لجوه من حق اخرج السنان حاجه بسيطه، هقول لك من حقك حاجه بسيطه، بس انت عشان تحافظ على الريتنشن بتاع الحاله والاستابيليتي بتاع الحاله تحاول تخلي اللور سنترالز يفضلوا في مكانهم او اللور انتيريور في مكانهم. فانا الحاله دي محتاج من المنظور كده الابر خارجين لبره 8، انا محتاج ارجعهم لجوه 6 عشان يوصلوا لل2 مللي الطبيعي بتاعي. يبقى انا كده محتاج تعال نفكر مع بعض من قبل ما نكمل قرايه. انت كده بقيت محتاج في الابر كم مللي؟ انت كده كده متوفر عندك، لقينا متوفر عندي 2 مللي من الدايستما بعد ما خصمنا الدايستما من الكراودنج، اتبقى لك 2 مللي خلاص. وانت عارف انه محتاج تراجع على السنان 6 مللي، 6 في 2 قلنا كل مللي رجوع محتاج 2 مللي اللي هو مللي في كل جنب، يبقى انت كده محتاج كام في الابر؟ محتاج 12 مللي، عندك منهم 2، يبقى انت كده محتاج زياده 10 مللي عشان تقدر ترجع الحاله دي. فيشل وسمايل استيتكس خلاص هي نموها وقف وفي نفس الوقت مش هتعمل عمليه، فكده كده المندبل داخل لجوه فخلاص مش هتقدر تكبر الفك تاني لان هي نموها وقف، فخلاص هتقول لها حالتك صغيره مش محتاجه انك تعملي ماكسيلو فيشل سيرجري. بس في نفس الوقت احنا محتاجين نعمل كاموفلاج للحاله دي، ندخل الابر انتيريورز لجوه خلاص. الى جانب الكراودنج اللور يا جماعه، لقى ان اللور يعني احنا اتكلمنا اللور هو بيقول 5، انا بقول 6 مللي كراودنج، ماشيها 5 ماشي، هو اكيد اشطر مني. لما لقينا الكيرف اوف سبي، بص على اللور هتحس هي الصور مش واضحه قوي عشان عامل اوكلوجن، بس الكيرف اوف سبي لو ركزت الصوره دي مبينه اكتر، هتحس ان المولر طالعين لفوق والبريمولر نازلين تحت والانسايزر طالعين لفوق تاني. فانا عشان اعمل فلاتنج للكيرف اوف سبي قلنا انا محتاجه اقيس المسافه من هنا لهنا من الكاسب بتاع الديستال بتاع واعمل خط، لقيت ان انا المسافه 4 مللي من الخط ده للبريمولر. ساعتها يا جماعه عرفت ان انا محتاج مسافه زياده على ال 5 مللي بتوع كراودنج بتوعي عشان اعمل فلاتنج لللور كيرف اوف سبي خلاص تمام. ده كل ده بيشوفه بيفكر فيه. طب السبيس اناليسيس بقى بتاع الحاله دي، بيقول لك بص تعالى نبدا نفصص، دي اهم حاجه يا جماعه في التخويم. الابر انت كان جاي لك من الكراودنج، انت كان يعني انت كان عندك سبيسنج جاي لك مسافه زياده 2 مللي، اللي هو احنا بنحسب اللي احنا عايزين رقم انا محتاج مسافه قد ايه، الرقم ده بيبقى بالسالب لو انت اوريدي عندك سبيس، دي حاجه جايه لك بونص اللي هي عندها فراغ اللي هي الدايستما، عندك ناقص 2. ده اللي هي المسافه دي كنا حسبناها ازاي؟ لقينا الدايستما لو تفتكر 3 مللي مع الملي كراودنج بتاع اللاترال، اللي بتبقى لي 2 مللي سبيسنج مع، هل محتاج اعمل ليفلنج في الكيرف سبي؟ لا مش محتاج، كيرف سبي تحت كويس، في الكيرف سبي اللي فوق كويس. محتاج ارجع الانتروبوستيريور موفمنت اوف انسايزور قد ايه؟ ب الاوفرجيت لقاه ان هو 8 مللي. احنا عارفين الاوفرجيت الطبيعي 2 مللي، نخصم 8 من نخصم 2 من 8 هيتبقى لي 6، انت ال 6 دول معناه انك محتاج 12 مللي، يبقى انت محتاج 12 مللي اللي هو كاتبها لك هنا مسافه عشان ترجع الابر انتيريور للمسافه بتاعتك، يبقى انت محتاج 12 وفي نفس الوقت معاك 2 فهتخصم، هيبقى انت توتال محتاج 10 مللي في الابر ارش، محتاج تخلق مساحه 10 مللي علشان تقدر ترجع الابر انتيريورز الاوفر جيت بتاعهم الطبيعي. اللور احنا حسبنا في الكراودنج بتاعنا كان 5 مللي،
يبقى كده انا عرفت الحاله بتاعتي، انا عرفت محتاج قد ايه. يبقى انا محتاج اخلق المساحه دي. هيبدا بقى هو، هنبدا بقى نشوف هو بيقول لك هنا، بيراجع بيقول لك ان انا هقدر اخلق المساحه بالطرق اللي اتكلمنا عليها، سواء ابر سواء اكسبانشن سواء اكستراكشن سواء لور. قال لك انت محتاج 6 مللي بس، زي ما قلنا البروكلينيشن مش هتبقى حاجه حلوه علشان مش هيبقى ستيبل خلاص. فتعال نفكر في الخطه العلاجيه بتاعته. انت هتخلع 14 مللي، هيدي لك 14 مللي وانت محتاج 10. انت محتاج معظم المسافه دي يا جماعه للانتيريور، انك ترجعهم لورا. الاوفرجيت اللي عندها كبير مش صغير. لو انت خلعت، احنا خلاص خدنا قرار ان احنا خلايا هنخلع، لو حضرتك خلعت وحطيت باور تشين قفلت، هتلاقي انت احنا قلنا محتاجين نرجع الانتيريورز، نرجعهم جامد قوي لجوه. احنا قلنا محتاجين نرجعهم قد ايه؟ محتاجين نرجعهم 6 مللي. المولر البريمولر ال5 وال6 وال7 هيطلعوا لقدام مسافه كبيره، فانت عايز تمنع ده. فلازم من الاول، مش بس هنقرر ان انا اخلع البريمولر بعد ما حسبت السبيس اناليسيس بتاعي، لا ده انا كمان واخد قرار ان انا هعمل انكورج، مش عايز الورا يطلعوا لقدام، مش عايز يحصل ميزيال دريفتنج للبريمولر والمولر من ورا. فهرك عندي الطرق، يا اما رك احسن حاجه اسمها ميني سكرو، او عندي حاجه اسمها بالاتر ارش هنتكلم عليها قدام ان شاء الله. ده بس بيدي لك نموذج حاجه بالاتر ارش، لما انا الزق الاثنين مولر 6 في بعض واركب عليهم باور تشين، حركتهم لقدام بتبقى اقل، واقدر استغل المساحه بتاعه الخلع بتاعه الفور للانتيريورز اكتر ما ان الفور والفايف اسف اكتر من الفايف و6 وال7 يطلعوا لي قدام. ففي اللور يا جماعه انا اقدر ان انا عشان المسافه هتبقى كبيره قوي على الخلع خلاص، انا ممكن يا جماعه ان انا اخلع بدل ما اخلع الفور. الحاله دي حلوه، انا فهمت هو جايب الحاله دي ليه، لان الحاله دي هو عايز يبين لك ان هو في الابر هيخلع الفور عشان محتاج مساحه كبيره قدام، وفي اللور هيخلع الفايف علشان هو مش محتاج مساحه كبيره قدام. هو كراودنج عنده قدام، كل كراودنج اللي عنده حوالي 6 مللي. 6 مللي ده انا مش هقدر، مش عايز ارجع الانتيريورز كلهم لجوه او افك كراودنج 6 مللي، اسف افك كراودنج في ال 14 مللي اللي هيطلعوا لي بتوع البريمولرز بتوعي، انا كل اللي محتاجه 6 مللي. فساعتها يا جماعه هخلع اللور فايفز او هخلع اللور سكند بريمولر علشان اخد الستة ملي، وفي نفس الوقت البوستيريور يطلع لقدام مسافه كبيره يقدروا يقفلوا الفراغ الزياده اللي هيتكون من خلع البريمولر. لو انا خلعت لور، لو انا خلعت لور جيت خلعت الفيرست بريمولر عندي، هتبقى الفراغ المتبقي كبير قوي على الانتيريور، فانا محتاج اوزع الفراغ ده بين الانتيريور والبوستيريور. فهخلع الفايف ومش هعمل انكورج، هخلع الفايف وهركب باور تشين على طول، مش محتاج اعمل انكورج لان انا كده كده المساحه كبيره عندي عايز اوزع فيها الانتيريور والبوستيريور. بس ابر لا، ده انا محتاج كل المساحه او معظم المساحه عندي للانتيريور، فعشان كده هخلع الفور بدل ما هخلع الفايف، وفي نفس الوقت هثبت اللي ورا بالميني سكرو. هنا ثبته بحاجه اسمها ترانسبلاتال ارش علشان يمنع حركه ال قدام. تمام، هي دي التريتمنت بلان اللي هو عمله في الاخر، مقرر ان هو يعمل الريتينر بتاعه. هنتكلم عن انواع الريتينر والريتنشن في تشابتر تاني يا جماعه. ولما خلصت التقويم الست بقى ما شاء الله شكلها زي ما احنا شايفين اهو، جميل وزي الفل خلاص. وادي صور الاوكلوجن، لو ركزت معايا اهو صور الاوكلوجن بتاع حضرتك. المولرز مش كلاس 1، يعني المولرز لو بصيت هتلاقي ان المولر خارج، اللور مولر خارج هو كلاس 1 بس مش 100% كلاس 1، يعني هو كوارتر يونت او هاف يونت لقدام، مش كلاس 1 صريح 100%، لان احنا قلنا ما بقيناش نهتم يا جماعه بالكلاس 1 مولر. اهم حاجه عندنا البوست ان هو كلاس 1 كلاين ريليشن شيب بتاعي، هو ده اهم حاجه، ان ده اللي بيديني ستابيليتي وبيديني استاتكس وبيديني ريتنشن وبيديني كل حاجه كويسه. وفي عندنا حاجه يا جماعه اسمه ليميتد تريتمنت اورثودونتكس. لو الحاله لقيت ان هي عيان كبير في السن عشان مثلا يعمل زرعه، محتاج ان هو يدخل السنان لجوه، او مثلا ان هو يعمل بريدج او يعمل حاجه ريستوراتيف، محتاج يعمل تقويم في حته عنده سن او سنتين اوفر الربطت، باقي السنان فيهم مشاكل بس مش فارق معاه، هو ساعتها محتاج يعمل حاجه اسمها ليميتد تريتمنت اورثودونتكس، يعمل تقويم في الجزء ده بس، مش لازم يعمل تقويم في سنانه كلها، علشان التقويم هدفه ان هو يصلح حاجه لمشكله عشان يقدر يركب او عشان يقدر يزرع عشان يعمل حاجه تانية. فدي بتتعمل معظمها للناس الكبار، الاطفال كده كده لو هو ركب تقويم بيركب تقويم على كله بيظبط الشكل. الاطفال بيبقى اهم حاجه عندهم الشكل، بس الكبار واحد عنده 30 40 50 سنه مش فارق معاه الشكل قوي زي اليونج بيشنت. ساعتها هو لو اضطر يعمل تقويم مش عايز يقعد فتره طويله عشان يصلح السنان، هو عايز يعمل حاجه بس ان هي تخدمه ان هو يقدر يركب، او ان هو حاله رهاب يعني حاله محتاجه كذا تخصص، دكتور التركيبات هيبعتها لك علشان تعمل له تقويم علشان تدخل له الاسنان لجوه
خرجها لبره عشان يقدر يزرع، او حصل كراودنج عشان يقدر يفك المسافه، او يقدر مثلا يوسع المسافه عشان يحط الامبلانت بتاعته بعد ما حصل ميزيال دريفتنج او حصل ان السنان قربت من بعض. خلاص، وبكده يا جماعه نبقى خلصنا الشابتر بتاعنا. الشابتر ده انا شايف ان هو اهم شابتر، ادالك طريقه التفكير. انت هدفك في الاول وفي الاخر العيان، ملهاش دعوه بالشهادات، ملهاش دعوه باي حاجه اكتر من ان انت تبقى هدفك انك تراضي ربنا سبحانه وتعالى وتراضي العيانين. ان شاء الله هنبدا في الشباتر اللي جاي بقى نبدا نعرف خطوه خطوه، والابلاينسز المختلفه وانواع التقويم المختلفه اللي نقدر نعملها والميكانكس المختلفه بتاعتنا. اتمنى تكونوا استفدتوا ونشوفكم على خير في حلقات جايه. السلام عليكم.